بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ولعل احداث ال 48 ساعه الاخيره من عام 2017 تختزل احداث العام كلها، فبين الالم والامل قضيناها. الالم على ما فقدناهم من شهداء نتيجه الارهاب الغاشم، ثم الامل في سلام وتآخي يدا بيد مع العالم من خلال مباراة أتلتيكو مدريد، ثم الحدث الأكبر الذي سيكون له معنا وقفة ووقفات عبر هذا البرنامج. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أولى حلقات العام الجديد، أولى إطلالاتنا على حضراتكم من خلال عام 2018. كل سنة وأنتم طيبين. ملك وكتابة النهاردة الحقيقة زي ما المهندس عدلي أشار بيقف في مرحلة فارقة ومهمة. بنتكلم على مرحلة انتهت أو عام مضى بكل ما فيه، ونستقبل عام جديد بالكثير من جرعات التفاؤل والأمل بإذن الله. اللحظات الأخيرة من 2017 شهدت بكورة ميلاد حلم الأهلي الكبير. تبلور مشروع استاد النادي الأهلي، تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي كبير، ثم بدأت خطوات جادة على طريق مرحلة جديدة جدا في إنشاءات النادي الأهلي. يا باشمهندس، المجلس لما تشوف شكل العمل خلال هو استلم يوم 29 أول جلسة له، فأقل من 21 يوم اجتمع المجلس في جلسة ممتدة ثم جلسة أخرى ممتدة، حوالي 4 جلسات وحوالي 6 جلسات للمكتب التنفيذي، مع اجتماعات مكثفة للجان المجلس تكاد تكون بشكل يومي. ولعل الاحتشاد والإقبال الشديد على اللحاق بعضوية النادي الأهلي خلال برضو 48 ساعة الأخيرة والزحمة والتكدس بتقول لك أن الناس مدفوعة بأمل أن ترى الأهلي بشكل يعني مقبل ومختلف فيما هو آت. أنا بقول لك ما اتخذ من قرارات كان يعني نتصور أنه سيحدث في مدة أطول بكثير من هذا. هنقف عند القرارات وما صدر فيها وتفسير المتحدث الرسمي ليها، لكن دعونا نقف عند العناوين الثلاثة المهمة لحلقة الليلة. تعال نخلي الحلم حقيقة. تعال، أنا ناوي تغني. بص الجد الكنترول كله غنى. الكنترول تقول لك تعال تعال. وانتصار السلام في برج العرب، وفي الدوري الأهلي على موعد مع النصر. دول العناوين الثلاثة المهمة اللي إن شاء الله المهندس عدلي هيغني مع حضراتكم فيها بقى. لا يعني حقيقي يعني إن أنت تفاجأ إن اللحظات الأخيرة يوم 30 يبدأ اليوم بحادث مؤلم جدا لينتهي والعالم كله يشجب هذا الحدث. ورسالة، رسالة سلام ورسالة دعم ورسالة تضامن من برج العرب، استاد برج العرب، من خلال مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد. مباراة تصورناها تشهد يعني احتفالية، ولكن جاءت حتى على المستوى الفني مبهرة مليئة بالأحداث المثيرة. يتقدم الأهلي 2-0 ويتعادل ثم يفوز أتلتيكو مدريد. الماتش كان متاخد من جانب أتلتيكو مدريد بمنتهى الجدية، ولعب الشوط الثاني كاملا بكامل نجومه، والأهلي كان معنيا في المقام الأول مع أشقائه العرب في يعني تصدير الرسالة. هنقف شوف حتى تصدير الرسالة ديت يا باشمهندس. في الحلقة الماضية وانت بتسألني على 2017 والانطباعات اللي حدث فيها، وقلت لك كانت أسوأ الحاجات لما قعدنا نقول ايه أسوأ ما حدث، قلت لك انه الإرهاب ما عادش بيستهدف فقط يعني العام بدأ 2017 بالاعتداءات على المصلين في الكنيسة، واختتم ألامه بالاعتداء على الساجدين في المسجد. يوم يودعنا 2017 بحادث
كنيسة الحلوان. مش كنيسة، هو خلي بالك الناس مسميها كنيسة لأنه في موقع الكنيسة، لكن اختلط دماء المسيح المسلم في الشارع. ده هي أنا يمكن كتبت بوست يا باشمهندس، لما ينادى في المساجد على حماية الكنائس تبقى دي مصر. بقولك تبقى هي دي مصر بجد. بس هو يعني الحقيقة إن خلاص هو تحرك الإرهاب بشكل عنيف وعشوائي وفي كل اتجاه وبطرق مختلفة، دليل إن يعني يأس مدفوع بمنتهى العنف علشان يهز مصر. الحقيقة والله بتدفع فاتورة، حرام إن العالم يسيبها تدفعها لوحدها. عموما خلينا نقف عند بعض القرارات المهمة اللي صدرت على مجلس الإدارة. أستاذ إبراهيم، كل حدود مصر غير أمنة، كلها. صحيح، شمال وجنوب وشرق وغرب. لكن الرسالة القوية اللي صدرت من حلوان هذه اليقظة الشعبية، إن الناس تخرج وتنقض على هذا الإرهابي، والناس اللي بيصور واللي يعني بقت الناس عندها هذه الهبة الشعبية، وده كان المتغير المهم جدا في الحرب ضد الإرهاب، إن الناس تبدأ تشعر إنه ده بيهدد الجميع. ده بيهدد الجميع، ده بيهدد اقتصادهم وبيهدد سلامهم. صحيح، وبيهدد مستقبل ولادهم. صحيح، لان الموضوع مش موضوع حد يموت، انما ماذا يحدث في المناخ العام. ايوه. طيب، سهرت الناس معاك امبارح بعد مجلس الاداره واعلنت جمله قرارات مهمه صدرت عن مجلس اليوم الاداره. ابتدى ازاي؟ تعرف كابتن الخطيب ابتدى بجلسه مع لجنه الكوره امبارح. وبعدين الساعه 11 بدات لجنة العضوية. الساعة 1:30 بدأ اجتماع مجلس إدارة النادي. وبعدين كابتن الخطيب قال لي اسبقني أنت أستاذ جمال جبر على الفندق علشان ترتيبات المؤتمر. ترتيبات المؤتمر. وبعدين حضر المؤتمر. مين ده؟ واحد شبهي كان رايح جاي طول بقى. والله شوف ابتديت أتعب. وبعدين يرجع المجلس يستأنف اجتماعه. فارجع على النادي عشان ينتهي الاجتماع 11:30 تقريبا. واقعد املي الاخبار اقفلها على الساعه 12 بالدقيقه. يوم اكتر من 15 ساعه عمل في النادي الاهلي، بدايه من رئيس النادي نهايه بكل الناس اللي كانت مهتميه تتابع الاحداث. والحقيقه ان طبعا مجلس إدارة بيعتمد قرارات مكتب تنفيذي أكتر من مكتب تنفيذي، وبعدين قرارات مهمة جدا. يعني أنت أخذت قرار في مدير النادي الأهلي، مدير التنفيذي للنادي الأهلي، كان انتهى عقد اللي هو شيرين وكان مستني قرار هيجدد الراجل لأنه عنده عروض أخرى. فطلب منهم حسم هذا الأمر. ف يمين اللي هو شيرين. اللي هو شيرين فتم اتخاذ القرار انه يعني يوجه له الشكر، ويعني يبدا محمد مرجان في تقلد المهام وبروح طيبه جدا. اللي هو شيرين يقول انا معاكم لمده 10 ايام اعمل عمليه تسليم وتسلم للمدير الجديد. ايضا عوده، انت عارف كان مدير مدينه نصر شاغر كان بيقوم بعمله المدير اللي هو محمود حزان مدير الامن، فيرجع حسن مسعود يعتذر لنادي الجزيره ويعود الى اهل مدينه نصر. طبعا دول اثنين مش جداد على النادي، لا محمد مرجان ما احتفظ بالاسماء ولا حسن مسعود. والاثنين هيجدوا الترحيب من الاعضاء، هيجدوا المساعده المؤازره من العاملين لانهم يعرفوا. واحد كان مدير الفرع في الجزيره بقى مدير التنفيذي، والتاني رجع لمكانه. تاني لعله المسؤول الاهم والابرز في مدينه نصر يمكن طوال سنوات. قضى يمكن 15 20 سنه. عنوانه ثابت في البطاقه متهيألي اللي هو حسن مسعود. وهو كان يشعر بغربه، يعني ما هو ساب يعني ساب مدير عام نادي الجزيره. حاجه مش سهله. لكن برضو احنا فينا حاجه من اي مكان، ما انا رجعت من مدير نادي الجزيره الى مدير التسويق، اداره التسويق في النادي الاهلي في اوضه عم جمعه. يعني هو كده الاهلي. لما يندهلك ما تعرفش تقول له لا. ونده للواء حسن مسعود. ايوه. طب ما تندهله معانا على الهوا. سياده اللواء حسن. مساء الخير كابتن عادلي. مساء الخير استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا سياده اللواء، وحمد لله على السلامه وموفق دايما ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب. يعني استاذ ابراهيم هو بيكلمك له افيه كده يقول لك عوده حسن بدل ما عوده احمد يعني. لا الحمد لله.
الحمد لله ان الواحد رجع بيته، الواحد ده عود حسن ومسعود كمان، ده عود حسن ومسعود. الحمد لله على السلامه يا سياده. تشعر بارتياح يا حسن بيه؟ ها الله يسلم حضرتك. تشعر بارتياح يعني وكانك كنت مسافر ورجعت؟ ها طبعا يا كابتن عادل، انت حضرتك عارف ان وجربت هذا، ان لما طلعت بره النادي ورجعت يبقى احساس تاني، ان النادي الاهلي طبعا ده بيتنا، وهو اللي بيخرج منه احنا عاملين زي السمك بالظبط. حياتنا بيقولها بيبقى لها طعم مختلف جوه النادي، ها بكل بقى المشاكل والتحديات والضغوط تماما. عموما انت هتجد، اعتقد الاعضاء هيرحبوا بيك وكانوا مستنيينك، وعليك شغل كتير باذن الله، وتساعد المجلس في انه يتعرف على ما يحتاجه اعضاء مدينه نصر. هو ده الدور الاهم على فكره، يعني انا كنت بقول للكابتن صالح انا دوري اعرفك الاعضاء محتاجين ايه علشان تقدر تاخد القرارات اللي تسعدهم. فاعتقد ان كل واحد في موقعه لازم يلعب هذا الدور. ان شاء الله النهارده كان في يمكن لقاء مع الكابتن محمود خطيب رئيس النادي، وجود الاستاذ العامري فاروق والعميد محمد برجان، وتم التوجيه وكي عن اسلوب او الفتره، اسلوب العمل في الفتره اللي جايه ان شاء الله بخصوص برنامج عائله النادي الاهلي، والاهتمام بكل ما يطلبه الاعضاء، والاهتمام بكل متطلباتهم وكذا العاملين بالنادي، والالتزام الكامل بتنفيذ البرنامج، وفي متابعة مستمرة ومستديمة من مجلس إدارة على الأداء بتاع الإدارة. وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا بإذن الله بنعمل في هذا الاتجاه وهذا الخط، إن إحنا بنشوف طلبات السادة الأعضاء إيه، متطلبات الموضوع إيه، احتياجات الناس إيه، احتياجات العاملين إيه. فإن شاء الله بإذن الله يعني الناس تحس إن شاء الله إن في حاجة المجلس يعني جاب ناس إن شاء الله تأدي زي ما المجلس عاوز مننا إن شاء الله بإذن الله. وفي مقابل الاهتمام باحتياجات الأعضاء وإن إحنا نبقى كلنا في خدمتهم، بنطلب من السادة الأعضاء التعاون مع لوائح وتعليمات النادي حماية لهم وحماية لمصالحهم ومصالح أبنائهم. والله ومن خلال تعاملات السابقة في فرع النادي أو في مدينة نصر، ان الاعضاء على مستوى عالي جدا في التعاون، وفي تجاوب كامل، وفي حب واهتمام برفعه النادي. فالاعضاء ان شاء الله باذن الله هم دايما كده على فكره، اذا موجوده في اعضاء النادي الاهلي ان هم ملتزم حقيقي. عايز تقول تمام الفتره الجايه طبعا تنفيذ برنامج عائله الاهلي يا سياده اللواء بيستتبعوا بالتاكيد تفعيل العلاقه مع العضو، هل فيه اليه للتخاطب مع الاعضاء، استقبال مقترحاتهم، استقبال شكاويهم، هل في اداره، هل في ازاي الاعضاء يقدروا يتواصلوا مع الاداره؟ هو اول حاجه التواجد اطول وقت ممكن، التواجد في وسط الاعضاء مع طلباتهم سواء احتياجاتهم، دراسه هذه الطلبات والباب المفتوح توفيرها اللي في امكانيات الاداره بتعمله. في اكثر من امكانيات الاداره بنلجا للمكتب او مجلس الاداره وبيوفروا لنا الامكانيات، والنهارده واخدين توجيه كامل بهذا من السيد الرئيس الكابتن محمود خطيب رئيس النادي ان شاء الله النهارده يعني. ان شاء الله. وسياسه الباب المفتوح دي استراتيجيه عملك دايما وابدا. ده الاعضاء متعودين على كده، وانا متعود على كده، ان انا موجود في وسط الناس، انا منهم وبسمع كل ما هو مطلوب بنحاول نعمله، بنهتم برضه، وده كان تركيز النهارده برضه من رئيس النادي، تركيز على العاملين بالنادي، وان احنا نهتم بيهم، حل مشاكلهم واحتياجاتهم يعني جنبا بجنب، لان احنا كلنا منظومه واحده، الاداره مش مدير، الاداره من مدير لاصغر واحد، كلنا منظومه، المنظومه ديت كل واحد ليه دور فيها. فان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه ان شاء الله يعني نجتهد ونبذل كل ما عندنا من قدرات وامكانيات علشان ننفذ كل متطلبات الاعضاء واحتياجاتهم والتواجد في وسطيهم، ويعني ان شاء الله باذن الله الناس هتحس باذن الله ان الامور يعني للافضل ان شاء الله. باذن الله الف مبروك وعود حسن ومسعود كمان.
ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن عدلي. اتفضل. بس افكر الكابتن عدلي بحاجه. ايوه كابتن عدلي جالي المكتب وجي قال لي يا حسن انت النادي عايزينك، يعني لو طلبناك رايك ايه؟ قلت له كابتن عدلي انا تحت امر النادي في اي وقت وفي اي مكان. كابتن عدلي موجود يعني. هم دول رجالات الاهلي يا سياده اللواء. بتاعنا طبعا تحت طبعا النادي الاهلي هو اللي يعني هو اللي عملنا، واحنا في النادي الاهلي يعني خاصه وخالصا الف مبروك وباذن الله كل التوفيق اللي هو حسن مسعود العائد لموقعه مديرا لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر. انت سالت سؤال احب القي الضوء عليه لانه كان احد اهتمامات مجلس الاداره واحد قراراته المهمه جدا واللي خدت منه وقت في الجلسه الاخيره. تفعيل العلاقه مع الاعضاء. ازاي؟ أيوة. من خلال ابلكيشن تصميم على اللي هو مراقب الخدمات. لا طريقه التواصل هيتعمل ابلكيشن العضو يحطه عنده أيوة. على التليفون بتاعه من خلاله يقدر يوصل صوته فورا. ايوه مش مراقب الخدمات، ده مراقب الخدمات ده حاجه احد الاليات. انما مش هيبقى الدور التقليدي انك تروح تقدم شكوى حتى. ده في ابلكيشن بتوع الولادنا فاهمين يعني ايه الكلام ده. بيتصمم ابلكيشن على المحمول بلجنه اتعينت لهذا الشان مخصوص، موجود فيها المهندس كمال اللي هو مدير اداره الاداره الالكترونيه في النادي الاهلي، ولجنه انا من كتر اللجان اختلط علي اعتقد ان برئاسه الدرندلي خالد الدرندلي اعتقد ان اللجنه دي. انما استاذ خالد يعني الدرندلي والمهندس محمد سراج واعتقد والضماطي والجرح فاعتقد وكمال محسن مدير الاداره وكمال محسن فاعتقد ان تصميم الابلكيشن واختار الاعضاء بيها يبقى التواصل هيكون فوري وسهل جدا مع الجهات والاجهزه المعنيه انك تاخد الشكوى وتنقلها للمكتب التنفيذي او المدير التنفيذي او المستوى اللي يمكن يحلها. عموما المدير التنفيذي العميد محمد مرجان تليفونه مازال مقفول، بس بنبارك له توليه هذه المهمه. محمد مرجان ما هوش جديد ولا غريب على هذا المنصب، لانه هو قبل كده كان العميد محمد مرجان شغل مدير فرع النادي في الجزيره، شغل مناصب قياديه عديده في النادي، كان مدير امن، كان مدير المقر في الجزيره من 2011 ل 2014، كان منسق امني لكره القدم لقطاع كره القدم في الداخل والخارج ابتداء من 2013 لغايه فتره نهايه او نهايه فتره عمله في النادي. عنده خبرات عمليه كثيره سابقه، ايضا في المجال الرياضي كان مدير فريق السباحه اللي شارك في بطوله دبي 2011، كان عضو اللجنه العليا المنظمه لبطوله العالم للانديه لكره اليد 2008، كان رئيس لبعثه النادي اللي شاركت في البطوله العربيه للانديه بالاردن 2017، وعنده خبرات ايضا في اداره النشاط الرياضي منها نائب مدير العاب الماء في الفتره من 2005 لغايه 2011، رئيس الجهاز في موسم 2010-2011، شارك كمنظم في الكثير من البطولات العربية والأفريقية والدولية اللي نظمتها مصر في مختلف الألعاب خاصة في ألعاب الماء والسباحة، وأيضا كان عنده خبرات عملية في الشرطة من خلال عمله كعميد شرطة، وأيضا هو من عائلة عريقه في النادي الاهلي طبعا. وعائله رياضيه وعنده بطل السباحه شيرين أيوه. مرجان ووالده سعد بيه مرجان يعني كان احد المسؤولين عن قطاع العاب الماء أيوه. وراجل حاطط ايده في كل حاجه يعني ما هوش ابن النادي قوي يعني. ابن النادي قوي وجه المجلس طبعا الشكر للواء شيرين شمس المدير التنفيذي اللي انتهت فتره عمله، وزي ما المهندس عدلي اشار اللواء شيرين بيستمر بضعة أيام في مهام التسليم والتسلم للمدير الجديد. استوقفني قرار تشكيل لجنة، ودي بقى اللي عايزين نتكلم فيها باستفاضة شوية، تشكيل لجنة لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي. انتوا عارفين حضراتكم حتى ملك وكتابة كان معني بالأساس في الفترة اللي فاتت بمناقشة لائحة النادي، وقت الخلاف ما بين اللائحة الاسترشادية ولا اللائحة اللي النادي كان وضعها أو مجلس الإدارة السابق وقتها، وأخذت فترة كتيرة جدا من الجدل ولم تكتمل أو لم يثبت صحة انعقاد الجمعية العمومية
اللي عقدت على يومين في المقرين، واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة شافت إن ده مخالف للقانون، كلفت المجالس الجديدة المنتخبة بإجراء أو وضع مشروع اللائحة والعرض على الجمعية العمومية. امبارح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب أخذ قرار بتشكيل لجنة قانونية مهمتها وضع مشروع لائحة والعرض على الجمعية العمومية. لائحة النظام الأساسي هي أحد النقاط الفارقة جدا، ولجأ في توقيت شديد الحساسية عشان يحدث لحظة تأمل لأعضاء كثيرين في النادي، هم مع إيه ويروحوا فين. لأن الطريقة اللي تم بيها التعامل مع هذه النقطة، نقطة النظام الأساسي والبنود بتاعته، واللي ناقشناها في البداية كنا بنناقشها بمنتهى الموضوعية والنصح المخلص لمجلس والحرص على مصلحة النادي، وكنا بنقولها من باب النصيحة فعلا. وكنت أنا أشعر حتى من خلال سؤال من الشيطان الذي أوحى لك بهذه الفكرة، إن حد استدرج هذا المجلس إلى نقطة غير محسوبة، وأنها قد تكون أحد النقاط الرئيسية التي ستحدث فارقا. بس ده احد تساؤلات المرحله برضه، يعني ده هيفضل. لا ما خلاص، هو احنا يعني انا كنت اعني دي الجمعيه التي ما لم يثبت صحه ان يتم التداول معاها بالطريقه دي. اوكي، واما وقد حدث نستفيد بقى من دروسها. ايوه، ايه نقاط الضعف اللي كانت في هذه اللائحه، وايه المصير اللي خدته في الاعتماد عشان نتجنب الاخطاء اللي حصلت، سواء في الصياغه بتاعه البنود، سواء في طريقه الطرح، سواء في طريقه الاستفتاء عليها. ثلاث محددات واللجنه. انت بتسالني، دي لجنه مهمه مشكله برئاسه المستشار محمود فهمي. ايوه، احد الرجال المعنيين والقامات القانونيه الدستوريه والمعنيين بهذا الشان من ايام الكابتن صالح، دائما هو كان معني باللوائح، مرجعيه قانونيه، مرجعيه للنادي. في اللوائح دي كمان. فهو برئاسته ومعاه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ محمد الجرحي والأستاذ طارق أنديل أعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار سعد شلبي أو الدكتور سعد شلبي والمستشار حلمي عبد الرازق. إذن مكونة التكوين ده له معنى. تكوين له معنى إن المستشار محمود فهمي والقامة القانونية، رئيس المكتب التنفيذي نائب رئيس النادي موجود في هذه اللجنة عشان يعني يديها التواصل القوي جدا مع المجلس. ايضا مجموعه الخبرات، الاستاذ ابراهيم كفراوي بما له من خبره في النشاط الرياضي وخبرات سابقه في مجلس الاداره، ثم شابين على اعلى مستوى، واحد مالي واحد مهندس، قلت لي الجرح والضماطي، اثنين مهندسين شباب. يعني اعتقد ان التنوع في الخبره دي، وبعدين بقى انك تجيب بقى الدكتور سعد شلبي والاستاذ طارق انديل، وانا بتكلم على الاستاذ طارق انديل المالي وانا ذكرته. فانت لجنه متنوعه الخبرات، كمان الحرص بقى انك تدي العيش لخبازه بقى الدكتور سعد شلبي، وهو معني بالفقرات الخاصه بالاستثمار الرياضي، ثم المستشار حلمي عبد الرازق وهو واحد من القامات وطول عمره مستشار قانوني للنادي الاهلي. وهو لا هو بس للتصحيح، هو في عضويه المجلس مش الضماطي، هو الاستاذ ابراهيم الكفراوي، يعني الكفراوي. قلت لك الاستاذ الكفراوي، الكفراوي والجرح وطارق انديل. لخبطتني. ايوه، الكفراوي والجرح وانديل. وانديل ما انا قلت لك كده في الاول، رحت قايل الضماطي، قلت يمكن انا في اللجنه الثانيه بتاعت الابلكيشن. شفت انت بقى نقطه النظام بتاعتك بتلخبط. اتفضل. لا الاستاذ ضماطي في لجان ثانيه بتاعت الابلكيشن. ودي لجنه مهمه جدا، تواصل مع الاعضاء طبعا. فانا ارى ان اللجنه دي هتتجاوز كل السلبيات اللي حصلت، سواء في الصياغه، سواء في الطرح بتاعها. هي هتعد مشروع لائحه جديد. ما انا بقول لك اعتقد عندها مشروع لائحه. ما انت بقى ان عملتها على نفس السياق هتوصل نفس النتائج. ما تعمليش نفس الخطوات وتتوقع نتائج اخرى. إذا أنت في خطوات هيتجنبوا ما حدث من أخطاء. واخد بالك؟ هنشوف، هننتظر. هي لازما على يوم واحد في مكان واحد. في مكان بس. وصحة النصاب ل 12,000 زائد اللي هي محددة القانون. زائد
التفعيل الحقيقي لسيطرة الجمعية العمومية. ما تجيش تحط لي بنود ما فيهاش حقوق جمعية. حقوق جمعية انها لن تعتمد اي حاجة في النادي الاهلي وتعتمدها بالاغلبية لصالح النادي الاهلي. يعني تعظيم دور الجمعية العمومية بالمعنى الحقيقي. بالمعنى الحقيقي. مش نحط نظام يسمح ان مجلس الادارة ياخد هذا الحق ويتصرف بيه زي ما عايز دون ان نشترط حتى ان الرجوع للجمعية. مش بس الرجوع. ان ال... ان حتى في الاستثمار ان يكون الغلبة للنادي الاهلي في حصة الاسهم. في حصة الاسهم. فدي كلها ضروري هتكون محل دراسة. نرجو ألا نكرر الأخطاء ولن وعشمي وثقتي كبيرة أننا لن نكررها. شوف مهم جدا في مثل هذه الخطوات لإقرار أي وضع لائحي جديد أنه يحظى بالحوار، لأنه الحوار هو اللي بيكشف بيفتح العوار. لك وما يعني تعتبرش أن الحوار هجوم عليك. لا طبعا، لأنه أي صياغة قانونية تحتمل الدستور نفسه لحد النهارده بيقول لك كان المفروض يحصل كده بالظبط، واكم من قوانين بتطلع ويطعن على دستوريتها ويثبت عدم دستوريتها. فبالتالي يعني الحوار انجاز التعبير، الحوار المجتمعي بيعالج نقاط الضعف بالظبط قبل ما تعرض على الجمعيه. اتمنى انه المشروع اللي يتم التوصل اليه، وبالتاكيد لجنه عاليه القيمه بهذا التشكيل قادره على انجاز مشروع لائحه محترم يليق بالنادي الاهلي. وانا بتكرس بقى مبدا دستوري الرقابه السابقه. ايوه الرقابه السابقه بالظبط، من خلال حوار. وفي الرقابه السابقه في قرار اخر في مجلس الاداره. ايوه الاستعاده باثنين من الرقابه الاداريه. في كل ما يطرح من مزايدات ومناقصات. الله، عشان قبل ما تطرح تكون واخد الاجراءات اللي انت متاكد انها تؤدي الى نتائج سليمه. ده اجراء شفاف جدا عالي القيمه ورقابه سابقه. عالي القيمه رقابه سابقه. مش تعمل الغلطه وتصلحها. لا، ده كل على عينك يا تاجر. ايضا الاستعانه باثنين من النيابه الاداريه في التحقيقات التي تخص العاملين والاعضاء. برضو اجراء شفاف 100%. وديته لصاحب الاختصاص. مش اداره عندك قد تنحاز للاداره الرئيسيه مثلا. شوف هو كده، هو ده النادي الاهلي، هو ده الحرص على صورة النادي الاهلي والتطوير في الادارة. كان باستمرار يعني النهاردة لما مجلس الادارة برئاسة الكابتن الخطيب يقول للرقابة الادارية تعالي راقبي عملي قبل ما انجزه، تعالى اتنين من الرقابة الادارية يطلعوا على كل اجراءات اي ممارسة تجرى في النادي ويؤمن الطعن عليه بعد كده. بالظبط. غير كده ان انت اولا بتوفر لي وقت ان انا امشي صح، وثانيا بتنور لي الطريق لو انا عندي اي خلل في تفسير موقف اداري ولا موقف مالي ولا ترسية ولا غيرها. كان الكابتن صالح عليه رحمه الله عنده مقوله ثابته، ما حدش يقول لي عندك ملاحظه، يروح يوديني النيابه. النيابه العامه هي اللي تحقق معايا وهي اللي تقول ان انا غلط ولا مش غلط، انما تتهمني اعلاميا ويثبت لا انت صح ولا انا غلط، دي مسألة بتنال من السمعة وبتضيع الوقت والصورة. يجي مجلس الإدارة اتساقاً مع نفس الخط ونفس الموقف الشفاف جداً اللي خلينا نحييه. بدري بدري، ده التطوير بقى. يفرض الرقابة السابقة ويعلي قيمة الرقابة الإدارية على كل قرار وكل ممارسة تتم في النادي من قبل ترسيتها. ده أهم حاجة بقى في الموضوع ده. اللي يمكن ما حدش خلي باله منها. أنا ناوي أمشي صح. أيوه. أنا مش همشي إلا صح. أنا ما عنديش حاجة تستدعي. أيوة. إن أعمل إجراء غلط يفسر بالظبط إن أنت عملت كده عشان كذا. بالظبط، أنا هقف في النور قوي. لأني ماليش مصلحة إلا مصلحتي الأهل. أيوة. فما تجيش تقول لي بقى أنت عملت كذا عشان كذا. أيوة. أهو قولوا لي ده صح ولا غلط هعمله، تقولوا لي غلط مش هعمله. بالظبط. بس مش هضيع وقت. إذا أنا نيتي من الأول لازم أمشي صح. ده قراري. دي منتهى الشفافية، وعلى العضو أن يطمئن وعلى الجمهور أن يسعد أنه كده هي ديت آليات الأهلي المنضبطة قوي اللي فتح كل الشبابيك في منطقة مضيئة جدا. الكرة برضو كان ليها أو النشاط الرياضي كان له قدر من الاهتمام في المجلس، وده جديد بقى أنه تم تجزئة الإشراف العام على النشاط الرياضي الى قطاعات ثلاثة يا باشمهندس. مش كده بس. ده ثورة في مفهوم ادارة النشاط الرياضي.
غير مسبوقة، ثورة. مدير النشاط الرياضي أصبح جهاز مستقل، مدير عام النشاط الرياضي وله اتنين نواب مدير عام اسمه نائب المدير العام. نائب المدير العام لشؤون المالية ونائب المدير العام لشؤون الفنية والإدارية. وتحت نائب المدير العام لشؤون المالية والفنية والإدارية في تلات مديرين. التلات مديرين دول بيديروا تلات مجاميع من الألعاب. أولا في اتنين، واحد في مدينة نصر وواحد في الشيخ زايد. ونائب المدير العام اللي هو للشؤون الفنية والإدارية هيكون مسؤول عن الجزيرة. هيتولى الجزيرة، هو هيتولى الجزيرة. ادي التلاتة اللي هيتولى. وبعدين اتقلبت مراقبين، في مراقبين للألعاب. مراقبين بقى بيراقبوا ايه بقى؟ ودي جديدة ومهمة ونبعة من شكاوى الأعضاء. بعضهم اشتكى في ايه؟ عدم الشفافية في الاختيارات. ايوه. المجاملة. ايوه. سوء التعامل مع الناشئ. مدرب عنيف، مدرب بيشتم. انا ولي امر واقدر اتكلم كتير. هسيبك تقول لي ملاحظاتك. لا يعني مش هقدر اقولها في البرنامج، لكنه اذا كنت بتعالجها يعني طب قول لي النقط دي هتعالجها ولا لا؟ طبعا. فدول بيقدموا تقاريرهم للمديرين اللي بيصعدوها عشان يعالجوها. يقول لك لا الدنيا هنا ستوب، المدرب الفلاني ده بيجامل، المدرب الفلاني ده بيعمل برايفت. ايوه. خاص. ايوه. المدرب الفلاني ده بيشتم. المدرب الفلاني ده بيضرب، المدرب الفلاني ده عنده ولاده في اللعبه في الفرقه اللي هو مشرف عليها. ومش بس كده، ما مش ده حقه. بس ما يربطش التدريب على وقته ووقت ولاده. لان دي كانت احد الشكاوى. صحيح. احنا اولادنا كلنا بيتاخروا عشان هو مدرب عشان ياخد ابن بنته يروح بدري يعمل التدريب بتاع فرقه بنته هو المناسب، والباقي اخر الليل. والباقي اخر الليل. ودي كانت شكاوى طبعا. فهو دور قسمه للالعاب بقى ثلاث مجاميع. مجموعه للالعاب الجماعيه ومعاها احتياجات الخاصه. ما عندك الورقه؟ لو تقدر عشان ما تراجعني لو انا بغلط في حاجه. بقت ثلاث مجموعات، المجموعه الاولى فيها كره السله والكره الطايره وكره اليد والرياضه للجميع اللي هم كبار السن. الرياضه الجميع مش احتياجات الخاصه. ده قطاع الالعاب الجماعيه ومعاهم كبار السن. دول مجموعه هيبقوا مع حد. بالظبط. او حد مسؤول عنهم. دول ليهم مدير نشاط لوحديهم. مش مدير نشاط، مراقب نشاط. مراقب نشاط. المجموعة الثانية فيها ألعاب الماء وألعاب القوة وذوي الاحتياجات الخاصة. دي اليوم مراقب. ألعاب الماء وألعاب القوة. أيوة. وذوي الاحتياجات. والمجموعة الثالثة فيها التنس الأرض وتنس الطاولة والإسكواش ألعاب المضرب والكاراتيه والجمباز. ده جميل جدا. دي باقة، دول ثلاث باقات. طيب. خلاص؟ فهمنا النشاط الرياضي؟ لسه ما اتسكنتش الناس بتاعته، خلال شهر هيكون الدنيا دي متسكنة. طيب لكن نيجي بقى في الكاراتيه والجمباز. ما هو انت عامل برنامج. من اهم القرارات اللي اتخذت ان اتحولت صاله الكاراتيه في الجزيره ومدينه نصر للمكتب الاستشاري صبور لحساب الكميات ولحساب التكييفات ولحساب كل الحسابات اللي تخلي الناس دي تنطلق وتعملها. ايضا صاله الجمباز هتحظى بنفس الاهتمام هنا وهنا. اذا انت برضو بتجهز البنيه الاساسيه كملاعب بقى للالعاب الفرديه اللي هي كانت محل ايضا شكوى من الاعضاء، واحنا جبنا بعض الصور وشفنا صاله الجمباز وهي تعاني من اهمال لا يليق بالنادي الاهلي وادوات مكسره وغير منظمه. فاكر انت لما جت يعني زي اللي لابس بدله حلوه قوي بس تحتيها يعني اندر وير مقطع او مش نظيف. فالصاله حلوه بس المعدات وحشه. فلازم تستكمل وتكيف وتبقى كل الدنيا ماشيه. ده برضو من اولويات المجلس اللي معني بيها في الفتره دي واللي خد لها قرارات. في قرار تاني. كمل كده وقول. القرارات كتيره بس انت عايز ايه؟ لا بسرعه يعني. في قرار مثلا طب ودولاب العمل والعاملين خلصت على كده؟ لا، المكتب التنفيذي مشكل لجنه هتشتغل لمده شهر حتى نهايه هذا الشهر. تكون بحثت جميع الاوضاع بتاعه العاملين.
مين يستنى، مين يمشي، مين يقعد، مين مظلوم يتنصف، اللي هي بقيه الايه عملها يعني. انت جبت الادارات العليا خلاص حددتها، ولسه برضو القرار النهائي بتاع مدير الشيخ زايد لسه هيصدر منتظر. انت ده بقى القرار الشفاف او قرار اعمال الشفافيه، انتداب عضوين من الجهاز المركزي للمحاسبات باستمرار للمشاركه والتاكيد على سلامه الاجراءات والشفافيه في كل المزايدات والمناقصات التي يعني اللجنه بتاعه المزايده او المناقصه فيها مندوب، مندوب من الجهه الاداريه، اثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات كجهه رقابيه سياديه، مع انتداب عضوين من هيئه النيابه الاداريه لاجراء التحقيقات في اي مشكله تحدث تتعلق بالاعضاء او العاملين لضمان الشفافيه. يعني هنا بتجيب جهاز مركزي للمحاسبات وهنا بتجيب نيابه اداريه. ما شرحنا بالاضافه الى جمله قرارات اخرى، تشكيل لجنه لتقييم اداء المديرين والعاملين في النادي قبل اتخاذ اي قرار بالاستغناء او التجديد، حرصا على مصلحه العاملين وحقوق النادي. بيرأس اللجنه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وعضويه الاستاذ ابراهيم الكفراوي والدكتور مهند مجدي عضوي مجلس الاداره. خلاص؟ ايوه. ما طيب. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعلن عقوبه جديده ضد صالح جمعه لغيابه عن مران اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه بتروجيت. غاب صالح بدون اذن. شوف انا صالح كده يعني الفتره طويله كانوا بيقارنوه بحد، وانا بقول لا، المقارنه مش موجوده يعني بالشكل ده. لكن السلوك ده هو بيزهق النادي الاهلي. هو عارف بيعمل ايه. نصيحتي ان ما حدش يسيبه. لا طبعا. هو عايز يتساب. ما فيش واحد عدو نفسه بالطريقه دي يا ابراهيم. ما فيش واحد يبقى في منتخب مصر وعارف ان في كاس عالم ويتصرف بالطريقه دي. ده مش عايز ينتظم عشان يلعب. ده يكاد يكون كل مره اقول لهم وقفوني. يعني لما تطلع من معسكر الفرقه بعد المباراه وتبقى مهتم والنتيجه حتى مش ايجابيه، ان انت رايح تحضر حفله لعمرو دياب. يعني لاعب حر في طب وما جاش ميعاده برضه. ما هو زي ايه؟ انا مش عايز اشبهها دلوقتي، خليها في لحظه. طب ايه يعني ده لا، ده واحد بيقول لك مشيني، واحد بيقول لك ارمي طوبتي. في دماغه حاجه. ايوه. في حد بيقوده في سيناريو من الاخر كده. ايوه، انا عايز اوصل للجمله دي. في حد رسم له سيناريو، فالنادي الاهلي مش هيقع في الفخ. نظام زهقهم بقى. زهقهم زي ما زهقت فلان، بس هم نسوا ان فلان لما زهق ونفذ الخطه تقريبا مشواره الفني على بضع سنوات قليله انتهى. انت ما تقلتش، اتعلم اللي حصل. انت بتاخد حقك وهتدفع التزاماتك. خلاص، غيب هتتخصم منه. الاهلي ما يضحكش عليه. ارجو. انا قلت بقى اللي في دماغي على الهوا اهو. ما هو السيناريو خطواته باينه يعني. انا عشته. عشته. امال ايه؟ عشته ازاي؟ عشته طبعا، وشفته قدامي، وجبت حق النادي وخدت غرامات غير مسبوقه واتسددت. نتيجه انه كان بيلاوع برضه، وكان بتصرفاته، وكل واحد حر في حياته، لكن دون ان تعتدي على حقوقي. الكلام على الكلام على مين؟ مش ضروري بقى الاسماء يا استاذ ابراهيم، الناس كلها عارفه التجارب. لكن انت سيبك من الحس الصحفي معايا واحنا قاعدين. خلينا انا مش الغرض ده مران النهارده، بس يعني بص، مش الغرض التعرض لحد. انا الغرض الاستفاده من الدروس بس. ايوه. واحنا اعتقد هنا كنا معنيين جدا بالحفاظ على صالح جمعه ودعمه، وما زلت مش عايز ارمي طوبته. ما زلت عايزه يفوق، ما زلت بقول له يا ابني عدوك هو صالح جمعه، صدقني مش حد تاني. يوم ما صالح جمعه يبقى صديقك الوفي، انت هتبقى لعيب كويس. كابتن حسام البدري، بعد هذا المران اللي انتم شايفينه، اختار 21 او 22 لاعب دخل بيهم معسكر دلوقتي لاستعدادا للقاء الغد مع النصر. محمد الشناوي واحمد عادل ورمضان مصطفى لحراسه المرمى،
احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمد هاني وهشام محمد وعمرو السليه واحمد حمدي وليد ازار ووليد سليمان واحمد حمودي واسلام محارب مؤمن زكريا ومروان محسن واحمد الشيخ واحمد ياسر وبكماني وميدو جابر وباسم علي. يعني قائمه ال 22 هيخرج منها اربعه من دول، هيخرج اربعه ويدخل ال 18 في قائمه المباراه، واللي عضله الضمه ابعدت حسام عاشور. لكنه الاستمرار في مشاركة يمكن احمد حمدي من اللعيبه الواعده اللي خد فرصه الماتش، وهشام دخل اهو، وهشام ومروان محسن دخل ورامي ربيعه دخل كل وعلي معلول، فبالتالي علي ما دخل من قبل كده ولعب وبتاع. انما عايز اقول ده حاجات كويسه، عقبال سعد سمير بقى، عقبال وعقبال صالح جمعه، عقبال الناس دي. طيب الاهلي بيسجل 30 لاعب في القائمه الافريقيه المبدئيه، والمبدئيه يا جماعه لانه انت لغايه 15 يناير تقدر تشيل اي عدد انت عايز تشيله بدون اي غرامات، تغير تعمل 15 يناير تبدا، يعني ال 30 دول ممكن لغايه 15 يناير تقدر تشيل 5 6. طب رساله هنا ايه بقى؟ رساله هنا اللي اللعيبه تفهمها، كلكم موجودين، وروني بقى مين يثبت نفسه. ايوه. طب هو صالح جمعه لو فضل كده عايز يخش القائمه الافريقيه؟ ولا هو بيقول لهم ايه؟ ما هو خلاص الهدف واضح، لكنه التعامل واضح ارضى. ايوه. كان في جلسه مع عبد الله السعيد لتحديد او لحسم موقف التجديد للاهلي. حصل عبد الله على راحه من مباراه اتلتيكو مدريد، وايضا بيحصل على راحه في مباراه الغد، ويعود بعدها عشان يستعد للفتره القصيره المضغوطه، سواء مباراه الزمالك يوم 8 يناير الحالي، او السفر تاني يوم على طول يوم 9 الى الامارات لاداء مباراه السوبر مع النادي المصري يوم 12 يناير. فعبد الله سعيد من اللعيبه اللي كان الجهاز فضل انه يديها راحه مباراه اتلتيكو مدريد، ودي كمان مباراه الغد. بص الاسبوعين الجايين دول هيحددوا مصير حاجات كتير جدا. استمرارك في الملاحقه وفرصه تصدر قمه الدوري. ايوه. ودي مهمه. انتزاع صداره الدوري وباذن الله الفوز بكاس السوبر. ثم عندك بطوله مهيأ باذن الله انك تحصل عليها باذن الله. ان شاء الله. اذا حصلت عليها يبقى ابتديت السنه بدايه جميله جدا. قبليها بطوله معنويه انت والزمالك، ما هي انت برضو انت والزمالك، يعني النصر والزمالك تكسبهم بقيت متصدر الدوري باذن الله. اذا انت في 15 يوم مجموعه من التحديات بتحدد مسار كره القدم فيما تبقى من بقيه الموسم. فبيتدخل عبد الله المسار مش المسير مش المصير المسار المسار ده هيفضل غامض مهما حصلت نتائج يعني. انما المسار انك تبقى ماشي صح. ايوه هو ده الطريق، ده طريقك. اتحاد جده ده اليوم السابع بيقول ان هو بيعرض 18 مليون جنيه على عبد الله السعيد. وبيقول اليوم السابع ان عبد الله السعيد اتخذ قرار للرحيل عن الاهلي نظرا للفارق الكبير في العروض الماديه. بس 18 اللي مليون تلقاها. 18 مليون في كام سنه؟ اعاره يعني سنه؟ لا ده قيمه يعني على مسؤوليه اليوم السابع انه 18 مليون جنيه له انه يمضي بمعدل 9 مليون جنيه في السنه، يعني سنتين 9 مليون جنيه. طب هو هنا بياخد كام؟ 5 6 بيقول لك الاهلي عرضه توقف عند 6، وده الحقيقه يعني قليل. ممكن تكون ال والنبي السماعه؟ لا انت عمال تعمل لي كده. ممكن تكون السماعه قليله. ده قرار عبد الله السعيد بس اتحاد جد عنده مشاكل وديون كبيره جدا يا حبيبي، ممنوع من التعاقد. ممنوع من التعاقد، خليه يروح يجرب. عبد الله سعيد راجل محترم، راجل ما عملش مشكله واحده في النادي الاهلي، لعيب هايل، كان طوع صحيح، شخصيه محترمه قوي، محترم جدا، بيعمل اللي انت عايزه. لكن القرار ده ما تقدرش تخش في دماغ انسان الا بالنصيحه. نصيحتي ان يبقى في الاهلي، يتمسك بالاهلي والاهلي يتمسك بيه اكتر. 6 مضمونين افضل من 9 طايرين. والكابتن علاء عبد الصادق ايضا على مسؤوليه اليوم السابع انه بيقول فيما يخص مؤمن متعب ومؤمن زكريا
انه لجنه الكوره في اجتماعها اللي عقد يوم الاحد ناقشت بعض الملفات الكرويه المهمه. ما حدش في الاهلي الحقيقه بيصرح، لكن هو الناس بتجمع معلومات. عايز ايه يعني؟ ايه اللي ايه اللي قول لي فيما يخص متعب وما يخص مؤمن زكريا. لا مؤمن. في ظل من الحقيقه بالنسبه للمؤمن يعني في لكن ما فيش موافقه لمؤمن لحد دلوقتي. متعب مخير، ما هو مخير في ده راجل نجم. قالوا له اللي انت شايف فيه مصلحتك الاهلي هيقف معاك فيه، عايز تبقى احنا مرحبين، عايز كده. لكن بالنسبه للمؤمن اعتقد انه يعني الافضل انه الجهاز يفضل بقائه يعني. لكن لو هيخرج عارة 6 اشهر الوضع يختلف، لانه ممكن يجدد لك ويخرج 6 اشهر اذا عندك البدائل، اذا عندك البدائل، لانه لعيب مهم. اكيد. ايضا في اطار تقدير الدوله للرياضيين وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الابطال اللي بيحققوا، وكان في خبر بس ما اعتقد ان بس هو ده امر واقع يعني بتاع حجازي اتفعل العقد بتاعه من اعاره الى بيع، بيع اوتوماتيك. بس الاهلي وصل الى شروط في السداد افضل من اللي كانت معروضه، بالاضافه الى 20% من اعاده بيعه بدل من 15. فاعتقد ان ده يعني التطور الوحيد. طب ما تجيبوا لنا حد بالكوره يحسم لنا الكلام ده، اصل دي مش اسرار بقى، ده مكتوب. في اطار تقدير الدوله للرياضيين واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم كل الابطال اللي بيحققوا بطولات رياضيه، استقبل الرئيس اليوم عدد من الابطال الرياضيين ومنحهم اوسمه التكريم والتقدير. حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، بالاضافه الى رؤساء جهاز الرياضه للقوات المسلحه واللجنه الاولمبيه واللجنه البارالمبيه وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضيه. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه اكد ان الرئيس عقد اللقاء مع الابطال والاجهزه الفنيه واعرب عن سعادته ببدء العمل الجديد بالاحتفاء بهؤلاء الابطال، مشيدا بالانجازات اللي حققوها. واعرب الرئيس عن التطلع لمزيد من الانجازات ان شاء الله في الفتره اللي جايه. واكد المتحدث الرسمي انه الرئيس حرص على توجيه تحيه خاصه للابطال من متحدي الاعاقه، مؤكدا انهم بالفعل ابهروا العالم بانجازاتهم ويمثلون واجهه حضاريه مشرفه لمصر. واكد انه هؤلاء الابطال اثبتوا انه بالمثابره والعزيمه تتحقق الانجازات. ومن جانبهم عبر ابطال مصر الرياضيون عن سعادتهم وفخرهم الكبير بنيل هذا التكريم من رئيس الجمهوريه، واكدوا انه ده حافز كبير ليهم للمرحله اللي جايه، وانه لما يكون رئيس الجمهوريه بنفسه حريص على استقبالهم، حريص على تحفيزهم، حريص على الاستماع لمشاكلهم، وايضا تكريمهم ومنحهم اوسمه التكريم والتقدير. اعتقد ده اهتمام عالي المستوى يدي مزيد من الدوافع للابطال دول. واضح ان الدوله مهتميه بالرياضه. ايوه. من توجيهات الموسم الماضي لوزاره الشباب ان تدي كل الدعم المادي والفني للانديه والمؤسسات لتطوير البنيه التحتيه. يعني كل الانديه دلوقتي فجاه خلص الموسم ده، والاتحاد عنده نادي متطور على المستوى الاجتماعي، والمصري والاسماعيلي وطنطا و6 اكتوبر والاهلي ومركز الشباب وكل الانديه والزمالك، كل الانديه خدت دعم من الدوله علشان تطور من نفسها وتخدم الاعضاء وتنشئ ملاعب وتنشئ. اذا ده معناه ايه؟ عايز يزود اقبال الشباب على ممارسه الرياضه، وباهتمامه ايضا بتطوير مراكز الشباب. لعل يكون مهم الاعداد انه يحاول يتواصل مع الوزير خالد عبد العزيز عشان نشوف مدار في هذا اللقاء ورسائل الرئيس للمرحله وبقيه الخطه ايه السنه الجايه. ده مهم جدا. هيستمر على نفس الدعم ولا لا؟ فانا بقول الاهتمام بقى كمان بتكريم الابطال ده اعتدنا نشوفه، بس مش بالزخم ده.
ومش في التنوع ده. اه ما انا بقول لك بالزخم، ما انا بقول لك زخم متنوع لكن هو ماشي في سياق رساله محدده. يا جماعه الرياضه حطوها في عينيكم والدوله مش هتبخل، دي حاجه. كمان لما تربطها بالحدث بتاع امس، ايوه، وان الرئيس استقبل معالي المستشار تركي آل شيخ، ومن ضمن الكلام اللي يبقى على مائدة الحوار مشروع استاد النادي الاهلي، وياخد الضوء الاخضر في على بركة الله، ويلا ورونا هتعملوا في هذا المجال، ويوصي بتوسيع التجربة. اعتقد ان ده ايضا بيقول لك ايه، عايزين الاندية بقى تقف بحيلها. أيوة. ولما يجي في ميعاده انا هقول لك اهميه ان الاهلي يبقى عنده استاد ايه. يعني ولا هتحب نقولها دلوقتي؟ لا هتيجي طبعا موضوع الاستاد، بس الرساله الضمنيه البارزه جدا في استقبال الرئيس واهتمامه الحقيقه فكره تكريم متحدي الاعاقه. ودول نوعيه من الرياضيين التعامل معاهم والاهتمام بيهم يتعدى حدود الشفقه. كان دايما وابدا، وانا اعتقد يعني غطيت الدورات البارالمبيه ابتداء من 96 في اطلانتا وتباعا، ولاحظت انه باستمرار النظر لهؤلاء الابطال في معنى الشفقه، رغم انه رغم انه بس دلوقتي بقى الاحترام. الاحترام دلوقتي اللقطه اللي الرئيس او الشعور اللي دايما رئيس الجمهوريه حريص عليه، تقديم هؤلاء الابطال متحدي هذه الظروف الصعبه كايقونه للشباب، وهو ده الهدف الكبير جدا من كل هذا التكريم والحفاوة. انت لما تلاقي بطل عنده ظروف صحية يفترض ان تعيقه عن الحركة العادية، تلاقيه بيتحدى بروح غير عادية. هي دي الروح اللي مطلوب ضخها وبثها في كل الشباب. ازاي ما تكون تشتكي، اشتغل. ازاي تقدر تتحدى اعاقتك، ازاي تقدر تتحدى الظرف الصعب، ازاي يكون عندك هذا الامل والجلد والاصرار على النجاح، الاصرار على النجاح والتمسك بالحق في النجاح. هي دي المعاني اللي رئيس الجمهوريه بياكد عليها لكل الشباب في اطار او من خلال هؤلاء الابطال متحدي الظروف الصعبه. النهارده عجبني الحقيقه في الجرايد جورنان الوطن عامل عدد بالكامل عن محمد صلاح، حتى عنوانه صلاح مصر. ومتناول محمد صلاح كنموذج أيقونة مصر بقى، إزاي يكون صلاح ده أيقونة للشباب المصري في كل المجالات، يتعدى حدود لاعب كرة حتى لو راح ريال مدريد، أو بإذن الله تعالى يوم 4 يناير كمان يومين ياخد أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء الكاف يوم الخميس، وإن شاء الله كمان يكون له نقلات كبيرة في عالم الكرة. بس التناول بتاع أنه صلاح أيقونة شباب للبلد كلها، انت بتتكلم على شاب يواجه كل هذه التحديات. المهندس شريف حبيب اللي كان واحد من اللي سعه لاحترافه قال لك ابرز سمه وهو معانا على التليفون المره اللي فاتت في شخصيه محمد صلاح الجلد. هي هو ده المعنى، التواضع والتواضع، ما تغيرش قيد انموله. ايوه هقول لك حاجه. انا في واحد حكى لي من الاعلاميين كان في استقباله اما جه في المعسكر الاخراني، هو وبعض المحترفين. فبيقول لك جه لعب الماتش ورجع، ما فاتش على بلده يقضي يوم ولا اتنين مع اهله. فقال له يا اخي مش هتسافر؟ قال له لا، اسافر ازاي، ده انا لازم ارجع فورا. قال له بس فلان زميلك سافر. قال له لا لا لا، ماليش دعوه انا بحد، انا ما عنديش، انا الراجل، انا دلوقتي قالوا لي تسافر يوم كذا ترجع يوم كذا. الكلمة البسيطة دي الالتزام البسيط ده بيلخص لك سر نجاح. انه الراجل ده محترف قوي، ما شبعش نجاح، ما بيضغطش بنجاحه على الناس. ايوه، ما بيقولكش مش هيقدروا يستغنوا عني، ده انا الهداف بتاعهم. ما فتحش صدره وعلق السلسلة. لا، بشعره المنكوش، وبطريقته في عدم بنفسيته بعدم الاغراق في المظهريه. لا ده جواني، ما ضربش جله لسه. شوف انا وانا زمان صغير
يمكن في الإعدادية. قريت كان في مجلة اسمها الجيل. كان في راجل عالم نفسي اسمه جوهر. كتب مقالة والله أكني بقراها النهاردة. الجوانية والبرانية. وقعد يشرح يعني إيه إنسان جواني وإنسان براني. هذا هو المعيار الذي رسخ في ذهني وأتعامل فيه مع البشر، أعرف ده هيعمل إيه بعد كده. الجواني والبراني. الشخص البراني ده البوكر فيس المبتسم المريح اللي ما بيطلعش منه العيبة، اللي ما تقدرش تعرف إيه اللي جواه. البراني ده الراجل اللي يضحك وينفعل ويغضب ويكشر ويعتذر ويصالح وما يتغيرش. وما يتغيرش. ما في لفظ متواضع الى درجه الغرور. انه يقول لك يا عم انت استاذنا، يا انت استاذ الكل عشان تبدا تقول لله ده انت الاستاذ. فاهمني؟ مش عمنا، انت عم الناس كلها. فانا الجوانيه والبرانيه. الراجل ده لا، ده براني براني. الفرنسي فوتبول اختار الثلاث مصريين في التشكيل المثالي لأفريقيا العام 2017. فرانس فوتبول كمجلة فرنسية رياضية شهيرة معنية بالرياضة وكرة القدم في أفريقيا تحديدا، يعني عندها اهتمام بأفريقيا على طول. ده هي اللي بدأت أحسن لاعب في أفريقيا الاستفتاء قبل ما الاتحاد الأفريقي يعمل بروتوكول وياخدوا منهم. الصحيفة الفرنسية اختارت الثلاثي عصام الحضري حارس التعاون السعودي ومحمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش للاختيار او للوجود في هذه التشكيله المثاليه. ده كان طبعا شيء جيد جدا للكره المصريه اللي بتستعد باذن الله تعالى للمرحله القادمه المهمه. ده يمكن كانت خلاصه اطلالتنا الاخباريه، لكن عايز اقول لك انت امبارح نوهت في للقناة وانت في المؤتمر الصحفي بتاع مجلس الإدارة والكابتن الخطيب انه في مفاجأة النهاردة وعلقت الناس. المفاجأة كانت انا وانت شركاء فيها. كنا عايزين نستضيف شخصية مهمة جدا. كنا نأمل انها تيجي تدينا مزيد من التفاصيل على الاستاد، يجاوب على كل الأسئلة الناس بتتساءل عنها دلوقتي. اللي هي طب امتى وفين وازاي والاهلي شراكة بي او تي، حصة الاهلي كام وعلى كام سنة، الكلام ده كله. وكنا الوعد اللي خدناه لو لم تحل ظروف السفر هيكون موجود هذا الشخص الكريم. ولكن حالة ظروف السفر للأسف كنا عايزين نقدم المفاجأة دي، يبقى الضيف موجود تعرفوا كل اللي انتوا عايزينه. بس ملحوقة ملحوقة بإذن الله ملحوقة. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف تعال نخلي الحلم حقيقة ازاي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا في خلال هذه الإطلالة الإخبارية السريعة، لكن زي النهاردة باشمهندس. أيوة. زي النهاردة وأي نهاردة أي وقت هتختاره هتلاقي ما شاء الله الأهلي له هذا الحظ الكبير من الإنجازات والانتصارات. في 30 ديسمبر 84 الأهلي بيفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه كبطولة أبطال الكؤوس. ده كان بعد الفوز على كانون ياوندي 4-3 بضربات الترجيح. فاز الأهلي ذهابا 1-0 بجون مجدي عبد الغني، وفي ياوندي فاز كانون ياوندي بنفس النتيجة. الفريقان احتكما إلى ركلات الترجيح، فاز الأهلي بالمباراة واللقب. نفكر حضراتكم. جول 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 جول. حط الوسط. مصطفى عبده برجله الشمال ومجدي عبد الغني. جميل جميل جميل.
وكمان زي النهارده في 2006 الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1 بهدفي امادو فلافيو وسجل للزمالك اسامه حسن نفتكره. الدور الاول ايضا في تفوق للنادي الاهلي. النادي الاهلي فاز 16 مباراه وبالتالي كان دائما يسول ويجول ضد الكبار. بوتريكا يمشي خطيره والهدف الاول من فلافيو. هابي بيرثدي انغولي، هابي بيرثدي ابن بيترو اتلتيكو اللواندي الانغولي. 1-0 للنادي الاهلي. خطفك الكوره سانحه، خطفك الكوره قريبه، وتحدثت عن سعد وتحدثت عن الثعلب. يركز برشا في مباريات القمه. 1-0 للاهلي. الهدف 119 للاهلي في مرمى الزمالك تاريخيا في الدوري العام بتوقيع فلافيو وبقدم بوتريكا. مش ممكن، بوتريكا على كل الكرات، بوتريكا على كل الالعاب، بوتريكا في كل الالقاب. شوف وتفرج وتمتع واستمتع وتعلم وتكلم. اه يا معلم فلافيو. 1-0 للنادي الاهلي. شوف الكوره من بوتريكا من غير رقابه يا هيما، ويضربها لانجولي. 3-3 ومتعب يهرب، متعب ينتظر، بوتريكا وحده. يا الله بوتريكا، برافو 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 يا يامن يا بن الذكري. لكن مسات الصعوبه، مسات الخطوره، والثاني والثاني الثاني فلافيو. الثنائيه الاهلاويه مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن مع الاهلي، مش ممكن. وتقدر تغمض عينيك، مش ممكن. هدف ولا بالاحلام، هدف مش ممكن تشوفه الا بالافلام. هدف على طريقه زيدان. 2-0 بالراس، 2-0 بالراس. فلافيو ولعها، فلافيو ممكن خلصها. اه يا محمود، اه يا سعد، في هذا اللقاء في هذا الديربي يصعد الملايين من الاهلاويه ويتعب كثير من ملايين العشاق للزملكاويه. يا من انقذ الاولى، لكن الثانيه مش ممكن. بيمناه على راس فلافيو، والعريس هو الانجولي. العريس يصف من القاهره الى الواندا. فلافيو في الشبكه. 2-0 نادي الزمالك. في القص تصاب كل مصر بالزكام. وكره خطيره وبالفعل هدف، وبالفعل هدف، هدف هدف هدف. الزمالك يسجل، الزمالك يدون، الزمالك يذلل عن طريق اسامه حسن. اسامه حسن مصطفى يقول الكبير يمرض ولا يموت. طيب بعد ما ودعنا عام مضى واستقبلنا عام جديد اليوم اول ايامه، امنيات جماهير الاهلي لفريق الاهلي في العام الجديد ايه؟ نشوف هذا التقرير. كلها للنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي رمز مصر وبيعبر عن مصر كلها، وان شاء الله نادي القرن هيفضل نادي القرن على طول. يكسب على طول، يبقى فايز على طول، على طول كده في الزهار ان شاء الله. ان شاء الله احنا الاول طول عمرنا، وهنفضل الاول، ومفيش حد هيعدينا بعد كده. الاهلي هو فريق الاهلي واحد بس. اتمنى ان هو يكسب ويطلع الاول على طول. يكسب على طول، يبقى احسن نادي وبطولات وانجازات على طول. الاهلي طول عمره احسن فريق في العالم، و الاهلي ملك البطولات كلها. وده راي الجمهور في تقرير سريع، لكن راي اراء حضراتكم في الاتصالات الهاتفيه بنستقبلها على 3835655 و010900965598. و هنحاول ناخد بعض الاتصالات قبل ما ندخل في الحلم الكبير يا باشمهندس. بس يعني ما نكترش عشان عندنا شغل. طب مش هنكتر. معانا سريعا الاستاذ سعد. سعد من دمياط. استاذ سعد. السلام عليكم يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عدلي، ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. اهلا بيك يا استاذ سعد. استاذ سعد صيام؟ انا سعد صيام من دمياط. استاذ سعد صيام، اهلا بيك يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك يا باشا، اهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه طيب يا استاذ سعد. وانت بصحة وسلامة يا حبيبي، ربنا يبارك فيكم. اتفضل يا استاذ. انا 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 عندي ملحوظتين كده مش عايز اقولهم في اول العام الجديد، بس هم اجبروني الاحداث اجبرتني ان انا اقولهم دلوقتي. ودي
اول مكالمه ليا لحضراتكم من زمان. صحيح يعني صحيح مفتقدينك. ان ملك مكتبه رجع تاني وانا كنت من اول مؤيديه وما زلت حتى الان يعني. وزي ما بيقول الاستاذ عدلي الملك هو الاهلي وما يكتب عن الاهلي. تمام يا استاذ عدلي. تمام تمام يا ريس. اللي حصل ان انا سمعت بعض التعليقات في اذاعه الشباب والرياضه امبارح او اول امبارح من كام يومين كده يعني. فما عجبتنيش. انا دايما عندي حكمه بتقول يا استاذ عدلي احيوا الحق بنشره واميتوا الباطل بهجره. فكان المفروض عليا اهجر الكلام ده ولا كان اتقال خالص. لكن بما ان اللي قاله رجل عظيم وانا باقين له كل احترام وتقدير يعني. العالميه اللي قالته برضه ست محترمه وزعية مشهوره جدا في الشباب والرياضه. ما تقولش صح ابدا الحديث اللي حصل اللي انا معرفش. مين الاذاعيه يا استاذ سعد؟ الاذاعيه الاستاذه نجلاء عبد البر في الشباب والرياضه. نجلاء عبد البر في الشباب والرياضه. تمام. قالت ايه؟ كانت بتستضيف المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي. طبعا. طالما انا الراجل ده من الناس اللي بحترمه جدا جدا يعني من زمان لان ما كانش صغير ايام الله يرحمه عثمان احمد عثمان. ايوه. المهم فالكلام كان بيتقال هما هي بترحب بالضيف او هو بيرحب بيها مش عارف هما كانوا فين بالظبط يعني. وبيتبادلوا الحديث عن الاهلي عن الزمالك والاسماعيلي وصحبتهم مع بعض وحبهم لبعض. اهلا وسهلا ما حدش ما زعلناش ابدا يعني. كل المشاعر الطيبه حلوه. تمام. ايه بقى جاب الاهلي في السيره دلوقتي؟ ان الاهلي هو اللي يعني خد لعيبه من الاسماعيلي وهو خد بيهم كام بطوله. كل البطولات اللي خدها الاهلي خدناها من الاسماعيلي. فكر يعني كان ناس انا راجع عندي 70 سنه يعني شفت الاهلي من سنه قبل 60 قبل سنه 60 يعني. فما شفتش البطولات اللي خدها الاهلي لعيبه الاسماعيلي من ايام رضا. مشكله رضا انا حضرتها. لما صالح سليم الله يرحمه قال له روح راح النادي بتاعك. رضا راح له النادي الاهلي. فاكر القصه دي يا استاذ بن اكيد سمعتها يا استاذ عدلي. ايوه قصه رضا بتاع الاسماعيلي. المهم انا عايز اقول بلاش نعمل فتن يعني الرياضه الرياضه للتجميع وللتوفيق. الرياضه للروح الرياضيه. عايزين يعني في عندي كلمه بتقول يا استاذ ابراهيم تصحيح المعاني قبل ترميم المباني. صحيح. قبل ما نبني وقبل تصحيح المعاني قبل ترميم المباني. والله يعني دي نعمل العباره يا استاذ سعد. فندم؟ ونعمل عباره فعلا ضروره تصحيح المعاني قبل ترميم المباني. بالظبط. والاخطر من كده بقى تشويه المعاني اخطر من تدمير المباني. المعاني اللي بيشوهوها ديت هم بيشوهوا المعاني ليه؟ المعاني الحلوه الرياضيه الجميله ليه يشوهوها؟ فانا زعلان جدا من الاستاذ نجلاء ومن الكابتن كريم برضه حسن شحاته. انا مش ضدهم ولا حاجه بس يقولوا ما لهمش دعوه بالاهلي يا جماعه خلوهم في نفسهم. او حتى لا يعني برضه ما اقدرش اقول لاعلامي مالكش دعوه بالاهلي. لا اتكلم على الاهلي بس خليك موضوعي وخليك امين. هنجمل؟ انا قلت لا مش هنجمل. دي خطه وهقول لك ازاي خطه بديله عن نظام. هقول لك الدليل دلوقتي ان دي خطه وتوقيتها واهدافها وكل حاجه. طيب خلاص كده يا استاذ سعد. انا عايز اقول ان هم يعني يتكلموا على الاهلي زي ما هم عايزين بس بالصدق بالصدق ما يالفوش حاجات من دماغهم يعني. طيب يعني لنا لقاءات كتير بعد كده بس ده في اذاعه الشباب والرياضه يا استاذ سعد. كان في الشباب والرياضه امبارح. طيب شكرا. من الساعة 1 ل2 كده يعني من 12 ل2. شكرا يا استاذ سعد. عند حضرتك حاجة عايز تضيفها؟ الله يخليك يا استاذ ابراهيم شاكر جدا لكم وشكرا على خير باذن الله. شكرا جزيلا للاستاذ سعد صيام. والاستاذ سعد صيام يا جماعة يرى ببصيرته وبصيرته أمينة جدا وحد ما شاء الله عليه يعني مستمع دائم متلقي لكل الإعلام حريص على الفرز حتى. لما بيتكلم على تصحيح المباني او تصحيح المعاني قبل ترميم المباني. ولعل ده واحد من اهم ثوابت ملك وكتابه ان احنا دايما وابدا كنا معنيين من البدايه لعمليه تصحيح المفاهيم ومواجهه مثل هذه الصور الذهنيه الخاطئه اللي بتترسخ عند اجيال ثم تفضي الى لا قدر الله كوارث زي اللي حصل في بورسعيد من فتنه بين جمهور الاهلي وجمهور الاسماعيلي. ابتدت برضه من المدخل ده. ايوه. ومن المجموعه دي. ايوه. واخد بالك يا استاذ ابراهيم؟ انت بتقول لي دي خطه ممنهجه؟ لا خطه بديله. ايه بقى؟ قبل الاربع سنين اللي فاتوا كانت موجوده. وانتهت بكارثه بورسعيد.
ونفس المعنى ونفس الاسلوب ونفس البطولات ونفس الاسماء وغلبنا ومش هنزهق. هتقولوا هنصلح ان الاهلي بياخد لعيبه الاسماعيلي والاهلي بيفرغ الاسماعيلي وجوده اكتر، الاهلي بيفرغ الانديه. لكن النهارده النادي المنافس عندما كل سنه ياخد 15 و20 لاعب من كل الانديه من كل الانديه يبقى ده تطوير. تطوير واشاده، وهو حر في سياسته. بس المعيار ازدواجيه المعايير هي دي اللي بالمصيبه. لكن ايضا لما نقعد اربع سنين اشمعنا من 2014 لحد شهر فات ما سمعناش على نغمه الخطف والقنص ليه؟ لان كان في حاجه اهم. هو خلاص دلوقتي مش هضربك من الاطراف. اخترقك. فدي الخطه اللي كانوا عايزين يوصلوا لها. ما بقاش فاضي اني يكلمك، اصلك انت لما رجعت بقى انت فطنت الى هذا الاختراق. ايوه. بتسلك بيتك من جوه من هذا الاختراق، رجعنا نلعب تاني من بره ونحدف طوب من بره. يحدفوا طوب من بره. من بره. وبنفس الاسلوب ومن نفس الاسماء وبنفس الطريقه الغير مسؤوله التي لا يكترس لدم ولا يكترس ماذا ستفعل الكراهيه بنا جميعا. لكن بيريحوا ان هو يبرر لنفسه لماذا انا وانت حبايب عشان التاني المفتري اللي بيخطف مننا. مع ان هو لما تيجي تشوف بقى استاذ كريم يا استاذ خالد يا مدام نجلاء عبد البر ده انت لو عايزين نتكلم مين اللي بياخد بطولات بلعيبه مين، لا شوف انت بطولات الزمالك كانت بلعيبه مين. بلعيبه مين؟ الاهلي اللي هم يعني زكي عثمان على رحمه الله يروح من لا خلينا من البدايه، اول ما اتقال يا كوره حسين حجازي عبد الكريم صقر ينتقلوا من الاهلي للزمالك، زكي عثمان لما ينتقل من الاهلي للزمالك يجيب للزمالك بطولات، ثم تتوالى بطولات الزمالك وكل منها بطوله كابتن علي الحمولي وحيد احمد عفه ثم وحيد كامل ثم ايمن منصور ثم جمال عبد الحميد ثم ايمن بدر حامد ثم حسام وابراهيم حسن ايمن منصور جابوا بطولات قد ايه؟ كل دول جم من الاهلي راحوا الزمالك جابوا بطولات للزمالك، محدش بيذكرها، محدش بيذكر الخير والفضل للنادي الاهلي ابدا. لما يجي الاهلي يضم لعيب من الاسماعيلي او من اتحاد جده او من العرب القطري ممكن فينا برضو عشان الناس تكمل. بس هم في الاهلي جابوا بطولات مع الاهلي وراحوا الزمالك جابوا بطولات مع الزمالك. لما ناخد لعيبه بقى من مكان يجيبوا عندي بطولات، انا القيمه المضافه، هم اضافوا لي وانا اضفت لهم كتير. لما تيجي تشوف الكابتن طارق السعيد، ده كلام سعد الصيام ده هيقودنا لحاجة والله، فتح لنا ده يعني عايز حلقة، بنشكره يا استاذ سعد، ده عايز حلقة، لانه هذه القضية وقد مست الدم. ارجوكم اللي سمحتوا لكل مشاعر الكراهية تتكون بين الاهلي وبورسعيد كانت نتيجتها الكارثة الكبيرة اللي انتوا شفتوها، ارجوكم بلاش اللعب بالنار ده كتير. يا استاذ ابراهيم والنبي تاني معلش يقول لك اصل الزمالك في التهجير الزمالك قال لهم خليكم عندنا والاهلي رفض، اللي بنى المسخه المره يطلع لعيبه الاسماعيلي يقولوا ما حصلش، كابتن العرب يقول لك والكابتن سيد بازوكي ما حصلش، ده احنا كنا بنتعالج في النادي الاهلي وكان اتعمل لنا مقر، خدنا مقر المقاولين العرب اللي في المركز الشباب. يعني بتبني على كذبه وتأصل لها مبدا الكراهه وتصدر كراهيه. الحساسيه اللي بين الاهلي والاسماعيلي زي ما قالها مدحت الورداني الاسماعيلاوي الكبير والذي لا يحب الاهلي ويميل الى الزمالك، قالها في بيت الكابتن صالح والكابتن صالح زعل، قال له يا كابتن انا ادي احمد حسن للزمالك ودوش للاهلي لان الزمالك مش بينافسني، الاهلي بينافسني. وكابتن صالح قال له لا انت الزمالك ما بينافسكش، كان زعل جدا. فقال له انا منافس بتاع الاهلي. هو هكذا هي الحساسيه الحقيقيه ان احنا بنتنافس على البطولات، فبطولات الاسماعيلي كلها خدها عبر الاهلي وكثيرا من بطولات الاهلي خدها عبر الاسماعيلي. طيب انه يكون في مذيعه عندها هذه المشاعر
دي ده حقها، لكن فكره ان هي تدفع الى طب التزامن دخل بقى مزيد من الكراهيه في نهر العلاقه بين الجماهير، هي دي المصيبه وهو ده اللعب بالنار. صديقك احمد الخضري عزف على نفس الوتر، نفس الوتر، وانا يعني كويس ان جت الفرصه، يا ريت الاعداد يجهزها. طيب النهارده تحديدا جريده مصر اليوم فيها حوار مع محمد بركات بمناسبه ذكر المهندس ابراهيم عثمان، فمحمد بركات بيسالوه مين احسن حارس دلوقتي، قال لك محمد عواد بلا جدال، وطبعا ما فيش خلاف على ده، بس قال جمله الحقيقه كلام الاستاذ سعد صيام فكرني بيه، ده صوره الحوار النهارده. قالوا له هل تنصحه باللعب للاهلي؟ وبرضه اللي عمل الحوار الزميل اسلام صادق، لازم في التوقيت ده، الطعن في التوقيت ده في الحته دي. خلصنا من الانتخابات وجه الخطيب نسمم النهر، خلينا نقول بمنتهى الوضوح، بس كده بمنتهى الوضوح عشان كل واحد يقف قدام مسؤولياته. اذا كانت الانتخابات افضت بما لم نتمنى فلنسمم النهر. فيتقال له هل تنصحه باللعب للاهلي؟ فقال محمد بركات طول ما ابراهيم عثمان موجود في الاسماعيلي لن ينتقل احد للاهلي. وده بمناسبه الجمله اللي الاستاذ سعد صيام قالها، انه المهندس ابراهيم عثمان راجل رئيس نادي وكلنا حييناه على ان هو اعاد الاستقرار للاسماعيلي، قاد الاسماعيلي لنتائج جيده جدا، لكن كمان يبقى العزف على حته احنا ادينا للاهلي كل اللعيبه اللي خد بيها كل البطولات بما يخالف الحقيقه، وكان الاهلي ما اداش الاسماعيلي حد. هنستعرض دلوقتي الاسماء لو موجوده هتلاقوا ان الاسماعيلي خدوا من الاهلي اكتر. بس بمناسبه الكابتن صالح سليم والكلام اللي ذكره المهندس عدلي، هفكركم هو هل الاهلي يغضبوا ويزعلوا انه الاسماعيلي ياخد بطوله؟ عمر ما ده كان موجود، عمر ما الاهلي قاوم حق الاسماعيلي المشروع او اي نادي في انه يكسب بطوله. كابتن صالح سليم بنفسه اللي ذكره المهندس عدلي، هنشوف نفكركم بموقفه التاريخي وهو بيلعب الاسماعيلي في نهائي كاس مصر. يعني انا وانت لما نبدا نلعب مباراه نهائيه كل طرف المفروض هيدور على ازاي يستغل الموقف لصالحه يقدر يستغل. ده انا شاهد عيان على العنوان ده. شوفوا ده في الاهرام، صالح سليم رئيس الاهلي والاسماعيلي يطفئان حريقا اشعله البعض مع سبق الاصرار والترصد. ده كان في اهرام الجمعه 20 مايو 97. صالح سليم يعلن الحرب من اجل الاسماعيليه وجماهيرها. والكلام على موافقه الكابتن صالح على تعديل موعد المباراه النهائيه في كاس مصر عشان تتلعب بالنهار مش بالليل عشان جمهور الاسماعيلي يلحق يرجع يا باشمهندس. لا دي قصه انا عصرتها. وكنت يعني احد مش هو ده احد اطرافها. اطراف؟ الاسماعيلي والاهلي هيلعبوا في مصر. نهائي الكاس. كان المهندس اسماعيل عثمان هو رئيس نادي الاسماعيلي. ايوه. تواترت الانباء ان في مظاهرات في الاسماعيليه بفعل فاعل برضه تهيج على ميعاد المباراه، مش قاعدين يلعبوا المباراه الساعه 8. ليه؟ علشان يعرفوا يروحوا بالليل، يعني سبب ياما لعبنا وهم لعبوا في هذا الميعاد. وبدا يضغطوا على المهندس اسماعيل عثمان للانسحاب من نهائي الكاس. والكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد عارف ان هو لو خد قرار بتعديل الموعد هيبقى مشكله وكابتن صالح مش هيوافق. ف اتفضل. في صوت. في صوت هنا طبعا. معلش. تمام. فكابتن صالح جالي كان الساعه 5 5 ونص كده. والتدريب في الملعب. وانا الاخبار عماله تجيلي الاسماعيلي الاسماعيليه مولعه. فقلت له يا كابتن دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا. والمهندس اسماعيل عثمان في مأزق. واتحاد الكرة في مأزق. قال لي ازاي؟ قلت له دلوقتي جمهور اسماعيلي بيضغط على المهندس اسماعيل عثمان عشان ينسحب، يا إما يتعدل ميعاد المباراة من 8 ل 5 يا ينسحب. ليه بتاع؟ قلت له كده، قلت له يعني عندهم إنما هو ده الموقف. أمسكت كده قال لي هولمان في الملعب؟ قلت له قال لي تعالى نوصل. فروحنا لحد هولمان. قال له انت عندك مشكله تلعب الساعه 5؟
فبصله قال له لا لو في سبب يعني ما عنديش مشكله. قال له والله في مشكله كده والاسماعيليه وبتاع وانا مش شايف ان دي يجب ان تبقى يعني انها تكون مشكله بينا بالاسماعيلي يعني تلعب الساعه 5. قال له العب الساعه 5. رجع قال لي بص بقى انت اطلب لي اسماعيل عثمان وانت تكلم سمير زاهر تقول له اذا عايزين تغيروا الميعاد احنا موافقين. رحت طالب المهندس اسماعيل عثمان لقيت دوشه ده ابو مش عارف ايه مش هنلعب وهنعمل وهنسوي. قال له اسكتوا 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 النادي الاهلي بيطلبني. قلت له الكابتن صالح عايز يكلمك. قال لهم يا جماعه الكابتن صالح معايا على التليفون. فقال له يا اسماعيل اذا كان دي عامله لك ازمه كبيره وانت ترى انك عايز تتقدم بتعديل موعد المباراه انا ما عنديش مشكله. انا هوافق لك. وانا قلت العدل يستطلع راي الاتحاد واذا كانوا هيوافقوا انا ما عنديش مشكله. قال لهم يا جماعه الكابتن صالح وافق ان الماتش يبقى الساعه 5 وخلاص بالتالي ما فيش مشكله. اهدوا بقى اهدوا بقى اهدوا بقى. كلمت الكابتن سمير وحلينا المشكله وخسرنا الكاس يوميها. 99 يعني 97 99 الزمالك بيلعب مع الاسماعيلي استناني بس وطه اسماعيل مش هخلص لك دي عشان اكد لك جه المهندس اسماعيل عثمان لما كسب الكاس وهو في الملعب تهدي الكاس لمين؟ قال لهم للكابتن صالح سليم. طب والله فريق الاعداد ومحمد شوارب معانا على الخط جهز لك الفيديو لاسماعيل عثمان وهو بيشكر النادي الاهلي ويهديه للكابتن صالح وزعلوا منه. نفكر شوف المهندس اسماعيل عثمان وجمهور الاسماعيلي بكلام المهندس اسماعيل عثمان. النادي الاسماعيلي وتدي الكاس لمين وتهدي لمين دلوقتي؟ جمهور الاسماعيلي مين تاني؟ مين تاني؟ هقول لك حاجه ما تزعلش ودي للكابتن صالح سليم. معلش هزعل اكيد مش هزعل. الاسماعيليه مش هزعل لان لما حققنا المعادله اولا لما الحب اللي بيننا لما قعدنا مع بعض وجت مشكله الظهر قال انا ما زعلش الشعب الاسماعيلي وعمل الماتش امتى؟ الظهر وهو اللي وافق. كان ممكن يعصلك ويزرجن ويقول لا احنا قلنا انما الحب يا جماعه بيخلق النجاح والقدوه وكل حاجه. انا بقى بنحب وبنحيي النادي الاهلي لان كان ممكن احنا نبقى خسرانين. هي دي الروح يا باشمهندس. حكم قصه وهو اهدى الكاس اللي برضه ناس لعبت في الاهداء حتى اللي فيه روح رياضيه ان جاي تهدي الكاس لصالح سليم ليه وبتاع بعد شويه. طيب في دايما ناس عايزه تولع هي دي المصيبه حاجة. هي دي المصيبه هي دي المصيبه بجد وده اللي انا قلته. اي زميل اعلامي او صحفي من حقه يتناول الاهلي بما شاء بس لما يتعلق الامر بحساسيه بين الجماهير نلتزم بالحقائق. وارد انه ضيف يقول وجهه نظره بس في طرف له وجهه نظر اخرى او موضوعيه لانه اللي راحوا هنا زي اللي راحوا هنا. استاذ ابراهيم للحقيقه الزمالك 99 دكتور طه اسماعيل مدير فني للنادي الاسماعيلي هيلعب مع الزمالك. الاسماعيلي طلب نفس الطلب اللي طلبه من الكابتن صالح في نهائي الكاس. تم رفض الطلب واجبر الاسماعيلي من قبل الزمالك على انه يلعب بالنهار ويخسر الاسماعيلي الكاس. محدش بيتكلم. دي الموضوعيه اللي انا بتكلم فيها. وانا لما اعمل موقف ايجابي يعمله الكابتن صالح ويكون نتيجته ان الاسماعيلي يلعب في اريحيه شديده جدا ويفوز ببطوله ورئيسه يخرج بهذه الروح الطيبه يهديه للكابتن صالح ويشكره. هذا موقف لا يذكر ابدا. ولما بعد سنتين يعامل الاسماعيلي بعكس ما الاهلي اتعامل معاه ويفوز الزمالك بالكاس محدش يتكلم في الحقيقه. هي ديت يعني هي دي الموضوعيه الاعلاميه اللي المفترض تكون موجوده في التناول والتعامل. كابتن طارق يحيى ودي حاجه برضو لانه فيما بين الاهلي والاسماعيلي المشكله في الاخرين. نأجل الفقره بس ده مهم. كابتن طارق يحيى والعزف الدائم في ضخ المزيد من هذه المشاعر لدى جماهير الاسماعيلي. الاهلي بيخطف لعيبتكم والاهلي بياخد البطولات بلعيبه الاسماعيلي. نسمع الكابتن طارق يحيى ونشوف هنقول ايه. زي ما قال وليد النادي الاسماعيلي له تاريخ وتاريخ كبير جدا وصدر نجوم كبار جدا لمنتخب مصر او للنادي الاسماعيلي ونجوم على مستوى عالي جدا جدا وكنا بنحترمهم وبنحبهم ونحب نتفرج على الاسماعيلي من زمان او للنادي الاهلي.
النادي الاهلي في سنه من السنين خد حوالي 11 لاعب من النادي الاسماعيلي مش سنه كل النجوم اللامعه كل النجوم فهم دول اللي فرقوا مع النادي الاهلي مع جوزيه الولايه الثانيه لجوزيه مش الولايه الاولانيه الولايه الثانيه لجوزيه الاولانيه كانت يعني لحد ما كان واحد معانا مشكله جدا يعني برضو بطولات مش زي الولايه الثانيه دوري ابطال افريقيا والسوبر انت بتتكلم على ولايه ثانيه لجوزيه بمجموعه اللعيبه الاسماعيلي اللي كانوا زي الرز وخدهم من النادي الاسماعيلي الرز ده خدناه من الزمالك مش من الاسماعيلي رز الاسماعيلي راح للاهلي لزمالك ها يعني دلوقتي انا هسالك سؤال في لعيبه مشت من الاسماعيلي خدناه اللي بيتقال سواء بطريق مباشر او غير مباشر نتكلم في اللعيبه اللي بيقول لك 11 لعيب في نقطتين في الموضوع ده اللعيبه اللي خدناها بطريقه غير مباشر اللي هي الاسماعيلي خلص عقده او باعهم فخدنا احمد فتحي من شيفيلد يونايتد ده يبقى بتاع الاسماعيلي طب ما هو جاي لك من بان طب ما بان هيقول لك فين لعيبتي ومحمد عبد الله من بان محمد عبد الله خدناه باتفاق مباشر ودفعت فلوس ما هو مفيش لعيب خدناه باتفاق مباشر اللي دفعنا فلوس وفلوس كتير طيب عماد النحاس اسلام الشاطر اسلام الشاطر راح من الاسماعيلي في ظرف حكهولي اسلام الشاطر قالهولي ساعتها وكان المفروض انه طلب من الاسماعيلي انه يروح الاهلي فطلبوا كان عنده ميعاد معايا الساعه 8 بالليل فكلموني 8 بالليل قالوا لي احنا في طريق الاسماعيلي الماتش ابراهيم عثمان عايزنا انا فهمت ايه اللي هيحصل حكى لي بعد كده ان كان الاستاذ مندوب الحسيني موجود وابن الزمالك قالوا له لا عايز تمشي هتروح الزمالك مش هتروح الاهلي حتى هو بضحك كده قال لي لقيت كلبين دوبرمان في الفيلا وبعدين كلموا المحافظ والمحافظ يقول لي ما تزعلش بابا ابراهيم وانت بتحرجه قدام وفد الزمالك فقال لي انا اضطريت امضي بس انا عندي المخرج لو عايزني بكره الصبح اجي لك قلت له لا انا فاكر كلمه فراح للزمالك الزمالك ما كانش عايزه فوداه بعد شهر او اقل الى اتحاد جده رجع من اتحاد جده دفع لهم الشرط الجزائي وجه على النادي الاهلي ده خدناه من الاسماعيلي عماد النحاس بعول لنادي قال لك بطل وخلص وبعول للنصر السعودي النصر السعودي وراح الكابتن محسن صالح يدرب النصر قبليها ثلاث سنين انا رحت اخده انا والكابتن الخطيب اتكلم فيه هو وسيد معوض و الفرود الفرود النيجيري اوتاكا اوتاكا فقال لنا اتكلموا في اوتاكا ها وفي بركات قصدي مش سيد معوض اتكلموا في اوتاكا وبركات لانه كان بايعهم وما قالش بس بلاش عماد النحاس عماد النحاس عنده كان بيخلص يعني كنا هناخده فري عشان انا محتاجه ما عنديش ستوبر ومش عارف ايه وكويسه المبادره ان جبتوا لي لحد مكتبي وعايزين نبتدي بدايه جديده ووعده الكابتن الخطيب قال له خلاص فوجئنا انه واحد راح قطر اوتاكا والتاني راح السعوديه ها ومن السعوديه الى لعب سنه مع اهلي جده خد الكاس والاهلي جده باعوا للعرب القطري انا اتكلمت مع اهلي جده يبيعوا لي فكان عرضت 700 الف دولار العربي عرض 900 راح للعربي بعد كده الكابتن بركات ما كانش مرتاح في قطر وما عملش مسيره ناجحه زي اللي عملها في السعوديه فخدته ب 200 الف دولار من العربي القطري وكل الناس بتقول عنده غده درقيه ومبطل خطوه بيبطل يعمل احسن سنين عمره في ويدخل كلاعب اساسي في المنتخب من خلال النادي الاهلي عماد النحاس يدخل كلاعب اساسي في المنتخب من النصر السعودي من النصر السعودي خلال الاهلي اسلام الشاطر يدخل المنتخب من خلال الزمالك اتحاد جده الاهلي خلال النادي الاهلي سيد معوض تركيا وبعدين اوبشن اعاره بنيه البيع اوبشن يعني يعني انت اللي بعت اعاره بنيه البيع اشتروه رحت زودت واشتريته من ايه من تركيا للنادي الاهلي يبقى لاعب اساسي في المنتخب في ايه يا جماعه فين ال11 لاعب كلام الكابتن طارق يحيى انه الاهلي جاب في موسم من المواسم خد 11 لاعب من الاسماعيلي طب انا اقول لك حاجه ومحمد عبد الله لما يجي من الاسماعيلي للاهلي
وروح الزمالك يبقى الزمالك خده من الاسماعيلي؟ ها؟ ولا الزمالك بيفرغ الاهلي؟ هي استنباط ما بتتقالش الا مع الاهلي. لا هو هينسى الكوبري بقى. أيوة. ما هيقول لك الزمالك ضحك على الاهلي وخلاه خد اللي خده من الله. وقبليه رضا سيكا وقبليه كتير هنتعرض لهم. بس كمان اللعيب الباك ليفت الاسمر صالح اسمه ايه؟ يوسف احمد. لا 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 الباك ليفت قعد عندهم سنه دلوقتي بيلعب. هفتكر لك اسمه دلوقتي. طيب الزميل والصديق العزيز احمد الخضري. هو احمد علي ده نسيت. احمد علي احمد الخضري رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك كان ضيف الزميله نجلاء حلمي في اذاعه الشباب والرياضه. ونجلاء حلمي اكثر موضوعيه وتحريا حتى للدقه يعني ما بتوقفش في منطقه التشجيع. فكان ضيفها هو والصديق العزيز محمد الوصي. نجلاء حلمي مش نجلاء عبد البر. لا نجلاء حلمي طبعا نجلاء حلمي شديده الانضباط في الاداء الحقيقه. نشوف احمد الخضري في تعليقه برضه على حته الاهلي والاسماعيلي. قال راي لما نحطه جنب راي الكابتن طارق يحيى يشكل صوره تحتاج لمناقشه. وانا بطمن الاوصي وبطمن جماهير الاهلي ان الاهلي السنه الجايه هيبقى احسن فريق في مصر. هل علشان عارفه ليه هو الافضل عارفه ليه؟ لا ولا بلا منافسين؟ اللي عارفه ليه؟ ليه؟ ان الاسماعيلي عامل فرقه هايله السنه دي. فالاهلي هياخد 70% في الاسماعيلي. لا كده لا دخلنا في سكه ثانيه. انا حاسبني على الكلام ده. حاسبني على الكلام ده. ليه؟ يا راجل فرقه الاهلي ده انت ده المدرب من الاسماعيلي سنه معاه. ده كلام يا استاذ فضلي. ليه؟ ده الكلام حد يقول له يا امال ايه بس؟ لا الكلام ده كلام جدا يعني. ماله الكلام؟ طبعا الاهلي لا انت عارف انا رايي في كابتن خطيب وانا ما اكثر ريسك من منظمين كابتن خطيب. شوف احمد الخضري بيقول الاهلي السنه الجايه هيبقى فريق جامد جدا. فانا على اعتبار السنه اللي فاتت ما كانش فريق جامد. ايوه وعلى اعتبار ان السنه دي مش فريق جامد بالزبط. وكل لعيبته في المنتخب بالظبط. فنجلاء حلمي بتقول له طب ليه يعني السنه الجايه طب ليه مش السنه دي؟ لا لا لانه السنه دي الاسماعيلي كويس قوي. فعايز يقول انه السنه الجايه الاهلي هياخد لعيبه الاسماعيلي دي كلها. طب ممكن اسالك سؤال؟ شوف النبره التحريضيه اللي حتى محمد روسه قال لي يا راجل النبي. في حد يقول الكلام ده؟ استاذ ابراهيم انا بس عايز الاستاذ احمد الخضر هنا. يعني لعيبه الاسماعيلي لو راحوا الاهلي هيجيبوا بطولات. طب ما تاخدهم في الزمالك وانتوا حبايب. وخد بيه بطولات. ليه مش هيرضوا يروحوا الزمالك؟ هو ولا الزمالك ما بيحبش ياخد لعيبه الاسماعيلي؟ اللي خد منهم احمد علي وخد منهم رضا سيكا وخد منهم اسلام الشاطر وخد منهم محمد عبد الله وخد منهم صالح يوسف. صالح يوسف يا اخي الاسمر ده الباك. صالح موسى. صالح موسى صالح موسى وغيره وغيره وغير قعدت عدلك وهاني سعيد ده. طيب انا بس ايه لانه كلام يعني بصوا يا جماعه لما الامر يتعلق باعلاميين او بمدربين بقيمه الكابتن طارق يحيى المعلومه تبقى مهمه لانه حتى الاجيال اللي بتتابع ممكن تكون ما عاصرتش هذه الفترات فانت تفضل تضخ معلومات غلط لغايه لما الحقيقه او الدنيا تتوه. هو الاهلي في سنه خد من الاسماعيلي 11 لاعب ازاي يعني؟ ده هم لغايه دلوقتي يا دوب لسه واصلين ل 11 طوال تاريخها. هقول لكم والمعلومه اللي المهندس عدلي اشار ليها عشان الناس تبقى عارفه. هو الاهلي لما يبقى الايد الثالثه يبقى هو اللي خطف. لما محمد بركات بدايتها مثلا اسلام الشاطر في صيف 2004 يروح للزمالك والزمالك يعيره الاتحاد جده وفي شرط جزائي في عقده يستخدمه فيجي الاهلي. هل الاهلي استخدم الزمالك كوبري اللي بيتقال اصله الاهلي بيوديه نادي تاني علشان ياخده؟ هل الاهلي استخدم الزمالك نفسه كوبري علشان ياخد منه اسلام الشاطر ولا دي عقود وحقوق؟ وده كلام ما اتقالش على الزمالك عيب طبعا. رقم اتنين عماد النحاس في نفس السنه صيف 2004 كابتن محسن صالح مسك النصر للسعودي خده معاه. الاسماعيلي باعه بمبلغ كبير وكان في وجهه نظرهم ان هم كسبوا كتير لانه عماد بيبطل. محسن صالح ما استمرش مع النصر. النصر عرض عماد للبيع الاهلي اشترى عماد النحاس. فين الاسماعيلي خد فلوس من النصر السعودي؟ الاهلي ما راحش خده من الاسماعيلي. محمد عبد الله 2006 انتقال مباشر من الاسماعيلي للاهلي رحت انا والكابتن الخطيب
لحد النادي الإسماعيلي وتجولنا في شارع إسماعيلية وتعاملوا معنا بقمة الاحترام والرقي الناس ويعزموا علينا وتفضل. كويس؟ وخدنا الكابتن محمد عبد الله بالفلوس اللي هم طلبوها وكسب معنا بطولات ولعب افريقيا ولعب كاس العالم للانديه. وبعد كده انهى تعاقده مع الاهلي وراح الزمالك. الزمالك في ايه يا جماعه؟ لا الاهلي استخدم كوبري ولا الزمالك قبلها استخدم كوبري ولا المصطلحات اللي بتصدرها للجمهور عشان نهر الكراهيه يزيد شويه. ارجوكوا ده خطر جدا لانه ما حدش بيدفع ثمنه الا الغلابه من الجماهير. قبلها محمد بركات واشرت لحضراتكم ازاي الاهلي كان الايد الثالثه. ده الاهلي بيشتري فيه وعنده 16 سنه. 16 وكان في السكه الحديد. صحيح. خدوه عار اول سنه وبعدين اتنافس الاهلي مع الاسماعيلي على ان نشتريه. فراح الاسماعيلي خلاص خلص عقده مع الاسماعيلي او الاسماعيلي باعه لاهلي جده واهلي جده خد احسن لاعب اجنبي محترف. باعه بحوالي 900,000 دولار للعربي. للعربي. العرب الخطر كان بيمرنه كبرال اللي كان ماشي من الزمالك. طبعا. فشاف ان هو ما كانوش عايزينه الزمالك. خسر مباراه اعتقد 6-1 من السد القطري تقريبا فمشوا كبرال واعرضوا بركات للبيع. عرضوا كبرال هو كمان قال لهم انا مش مرتاح يعني هو كان عايز يجي بقى. وجاي مصر كلها ما حدش كان مهتم ان بركات غير لما تالق. انت عارف هما بيقولوا ليه بيكسب لعيبه الاسماعيلي؟ عشان بيكسب. ايوه. تعرف لو الاهلي بقى كان خسر ما كانش حد قال لك بياخد الاسماعيلي. لا كانوا قال لك بيجيب لعيبه كسر. لا لا بيجيب لعيبه مبطله يقولوا حاجه تانية بس ما كانوش هيجيبوا سيره الاهلي بيفرغ الاسماعيلي. لان اللعيبه دي لو هي اللي جابت البطولات للاهلي كان لازم تستمر تجيب البطولات الاسماعيلي. ايوه خلاص. طيب اللعيبه دي لما تيجي الاهلي وتجيب بطولات يبقى النادي ده بيعرف يخلي اللعيبه تجيب بطولات. لانه قبليهم بيجيب بطولات وبعديهم بيجيب بطولات خلاص. نفس الشيء ما تاخد. طب احنا فيه يا خضري يا اللي بتحب الزمالك قول لي لعيبتك ودلوقتي المهندس ابراهيم عثمان احسن علاقه بينكم وبين بعض. خدوا الاسماعيلي وجيب بطوله. اعتقد من العبث قوي ان حد يقول لك ان احمد حسن الاهلي عمل امطره مدتها 10 سنين. احمد حسن الاهلي جابه في 2008 لف العالم مسيره احتراف بره استمر. بصوا بس الـ 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 لا لا استناني بقى يعني احمد حسن 10 سنين استناني في ثلاثه. في ثلاثه الاهلي هو اللي كان بيفوضه. احمد حسن. عماد النحاس. سيد معوض. سيد معوض قعد شهر يتمرن في النادي الاهلي قبل ما يروح الاسماعيلي. اللي خدهم الثلاثه وقدام الاسماعيلي الدكتور عبد المنعم عماره. قلت اعملوا لنا معاه مداخله هيحكي لكم القصص كلها لان انا عملت معاه مداخله لطيفه والراجل روحه جميله وقال لي لو انا موجود والله ما كنت تعرف تاخد حد. خلاص. فانا ادي الكلام بقى اللي اتقال. طب ما انا اتنافست معاك على بركات وعلى سيد معوض وعلى سلام الشاطر وعلى كابتن احمد حسن ما عرفتش اخدهم غير لما طلعوا من عندك انهوا مسيرتهم معاك. ما يعني هقول مثل بس عشان الناس تفهم. ما هو ما فيش اتنين يتطلقوا واشترطوا على بعض لا انت تتجوزي فلان ولا انت تتجوز فلان. انتوا اتطلقتوا. انتوا اتطلقتوا لانه خلاص خلصت العلاقه. كل واحد في سكته. تفضل تحسب بقى ان انا اصل كل واحد خد مؤخره. تقعد تحسب ما عدا فلان وما عدا فلانه. ما ينفعش. احمد فتحي الاسماعيلي في باعه لشيفيلد يونايتد الانجليزي. الاهلي يجيبه في صيف 2007 بشراء مباشر من النادي الانجليزي والمهندس عدلي حكاها وانا اعتقد صينيه البطاطس اللي كلها في بيت احمد فتحي في شيفيلد. لا سناني. وكان يتنافس معي الاستاذ ممدوح عباس عليه. ده حجز له مكان وقال لك انا عزمته في رمضان وخلصت. أيوة. واعلن اعلن ضم احمد فتحي للزمالك. فانا سافرت خلصتها في 48 ساعه. يعني شيء غريب جدا. سيد معوض في صيف 2008 انتقال ترابيزون التركي والاهلي يجيبه لدرجه ان الاهلي انا فاكر وقتها قال للاسماعيلي اشتري انا واوفر لك الفلوس بشكل احسن. ايوه عارف فلوس ايه اللي كانت هتتوفر؟ كان في 270 مش عارف 1000 جنيه ولا 1000 دولار. ممكن يكونوا جنيه. مستحقات سيد معوض كان هيتنازل عليهم للاسماعيلي. لما اتباع لترابزون طلبهم. وانا كنت هدفع المليون دولار دول. وعلى فكره اتفقت مع الاستاذ يحيى الكومي والشيك طلع
بس لما جه الغضبه. بس الاعداد بيعزوك قوي دكتور عمار مع بدايه السنه الجديده. ده وحشني جدا، عايز اقول له كل سنه وهو طيب. معنا الان الدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، واحد من اللي كانوا مسؤولين عن اداره الرياضه في مصر في فتره اعتقد شهدت الكثير من النقلات الكبيره. يا معالي الوزير كل سنه وسعادتك طيب. كل سنه وانتم طيبين بادميه السن يعني، عدل القيعه اولا والمنيسي ثانيا. ربنا يخليك يا دكتور. كل سنه وانت طيب يا دكتور. طيبين وسنه سعيده. انا مستعد في وجودك ابقى فخر الطابور والله. لا لا انا سعيد جدا، بس انا دلوقتي عوده عدل القيعي دي عامله لي مشكله. ايوه كنت هكتب كلمه اقول وعاد القيعي لعمل اختطاف ثوره لاعبي الاسماعيلي مره اخرى. ايوه بس قلت لا، الراجل بيقول انا متحسس رسم مجلس اداره، انا ماليش دعوه بالقصه. لا ماليش دعوه، بس انت كمان انت شاهد عيان ها ان ما حدش غلبني في خطف الصفقات. انت خطفت مني اربع صفقات يا ريس. قولهم انت كده وانت عارفهم. اقول لك ايه يا ولد، انت وحشني كده. انا جبت خالد بيبو واحمد حسن. اه والله، وخالد بيبو يعني بركات، كم واحد دول؟ جبتهم الواحد كان ب 2000 جنيه و 3000 جنيه. انت كنت معالي الوزير يا ريس، حد كان يتني لك كلمه؟ لا هقول لك، انا مش انا كنت بتكلم، كان مدحت الورداني بيكلم مثلا بركه ارحمه بليلى فرحات عشان البتاع. الراجل يكلمني يقول لي سيادتك موافق؟ اقول له انا موافق، انا مالي، بس طبعا هبقى موافق. قال لي طب ليه طلب صغير؟ اقول له ايه؟ قال لي عايز انور النور في الملعب. اقول له نور النور في الملعب. لكن والله انت شخصيه رائعه والله يا استاذ عدلي والله. لا اصل انا ليه بذكر الحاجات دي يا معالي الوزير؟ في ناس دايما تنفخ في النغمه دي، كل ما ايه تتعثر وظروفها تتعب يقوموا ايه ينفخوا في النار التي تتاجج بين الاسماعيلي والاهلي. الحقوا وتكريس العداوه بين الاهلي والاسماعيلي والزمالك والاهلي الاسماعيلي حبايب. يا سيدي الزمالك والاسماعيلي حبايب والاهلي والاسماعيلي حبايب. انت ما بتقراش اللي انا بكتبه، ما بتقراش الاحاديث. لا ازاي بقى، ده احنا كتير لما بنعرض المقاله الحقيقه. ابراهيم انا كتبت كلام عن النادي الاهلي صحيح، ما كتبهوش ما اعرفش انا اكتبه بصراحه. صحيح عمان زمان. صحيح صحيح. قلت باختصار انا اتعلمت في النادي، انا لعبت نادي 3 4 سنين. اكلت وعشت وشربت كان الناس طبعا حاجه حلوه قوي اياميها، وقيم ومثال، واحد كان يقعد في فرسان فرحان. اتعلمت حاجات كتيره من قيم ومبادئ الاهلي الحقيقي في الفتره دي ما انساهاش يعني. متخرج كنت بلعب منتخب قوات مسلحه كره طايره ما اعرفش ايه، منتخب مصر، وبعدين كنت بروح بقى كنت بلعب في النادي الاهلي. بس قلت يا جماعه انا بعشق حاجه كبيره، حاجه وطنيه، حاجه جامده جدا يعني. اسماعيليه زعلانين مني، قلت لهم ده حاجه جامده جدا جدا، بس يا جماعه انا ما بحبش فرقه الكوره، ما تزعلوش مني بقى. انا بره الكوره اهلاوي. لو صالح سليم يشجع الاسماعيلي انا اشجع الاهلي في الكوره يا جماعه. لا وده ما ده 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 يعني الاسماعيلي يعني ما تلاقيش اهلاوي ما يحبش الاسماعيلي. لان طبعا. انما فكره ان ابني علاقتي مع شخص ان انا اكرهه في الثاني، دي عمليه خطر يا ريس على الجماهير. لا هو هي بص يا عدلي بيه، انا نفسي بسال ليه انا ما بحبش فرقه الكوره في النادي الاهلي؟ كنت بحضر مباراه النادي الاهلي الكوره واخد بالك، واشجع اي حد غير الاهلي، مدرج جبتتش ايامي. يعني احنا زي ما تقول تراديشن، علموها لنا ابهاتنا يعني. انا كنت وانا محافظ اخش الفصل ما واقول مين فيكم اهلاوي؟ يوم واحد بس يرفع يد اقول لهم ارفدوه. فالولا عيط اجري اخده في حضني اقول له حبيبي انا بضحك معاك ما تنساش الكلام ده. لكن هي مالهاش علاقه على فكره بالتسليط ومش تسليط، لكن في مواقف طبعا ما انساش لصالح سليم الله يرحمه. صحيح. في رضا الله يرحمه، انت فاكر كان باشمهندس عدلي عجوز زي انت لسه صغير ابراهيم مثلا حضر المواقف دي، فاكر يا باشمهندس؟ لا طبعا رضا واخر حاجه حضرتك وحمزه الجمل، ده انت تدخلت فيها وكابتن صالح قال خلاص ادوا له ورقه وحسني عبد ربه يعني كل حاجه حصلت فيها مشكله. بعكس بقى هاني سعيد لما حصلت المشكله اصر الاسماعيلي انه يروح الزمالك وتأيد من غير عقد. يعني لا انا ما حضرتش الوقائع دي. لا اللي تايد من غير عقد
على اي واحد بيكره. لا انت حمزه جمل سيادتك كلمتني وقلت لي لا لا حمزه جمل انا حضرتها طبعا كلها اه طبعا ورضا ورضا كنت برضه كنت لسه اي منصب صغير لسه. بمناسبه رضا بمناسبه رضا يا دكتور واقعه التهجير وقعت التهجير وانه الاهلي رفض استقبال تدريبات للاسماعيلي والزمالك رحب. الحقيقه التاريخيه في النقطه دي ايه؟ بص انا كنت اياميها اعتقد وكيل النادي الاسماعيلي مع عثمان احمد وهي انا ما حضرتهاش لكن سمعتها من المسؤولين وربما سمعتها من عثمان بيه بس لا اذكر كويس قوي. لكن حقيقي عثمان بيتكلم يعني ما اقدرش اقول له لا وكان ما اقدرش اقول انهم قالوا لا يمكن هم تاخروا في القرار واخد بالك ما ردوش بسرعه فلما كلموا الزمالك على طول خدنا روحنا بروحنا هناك وبعدين خدنا الجزيره مركز شباب الجزيره اياميها بعدها رحنا لكن ما اعتقدش كان في تعمد من النادي الاهلي انه الاسماعيليه ما يروحوش صحيح لكن قال لي تاخير تخرير القرار ما ردوش بسرعه واحنا بقى حامين بتوع القناه دول ف لا ورديتوا انتوا فضلتوا الزمالك لا وردوا الزمالك لان كابتن سيد بازوكا والعربي كابتن العربي العظماء دول ارحمهم قالوا ان هم كانوا بيتمرنوا في الاهلي وكانوا بيتعالجوا في الاهلي لمده شهر واكتر في الفتره دي بس بيتقال في وثائق المرحله دي يا دكتور انه الوزير وقتها طلعت خيري كان قراره لتنظيم عمليه الشباب بتوع الاسماعيلي وبورسعيد المصري بيروح يتدرب في الشرقيه والزمالك او الاسماعيلي بيتدرب في الزمالك ده قرار الوزير وقتها لا هو طبعا البلد كلها انت فاكر ايام التهجير وبتاع البلد كلها كانت عايزه تختم المهجرين بالظبط كنا متشردين في كل حته شويه يعني لكن انا بقول ايه برضه دي 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 باشمهندس عدلي ومستر ابراهيم ما اعتقدش ده ايشو الرئيسي لا لا طبعا المنافسه هي اهم حاجه الخلاف لكن انا بقول ايه لو انا كنت صغير ما كنتش بحب الاهلي ليه؟ فلك خش في فرقه الكوره الاهلي ليه؟ اياميها بقى انا كنت بحللها ان الحكام كان حسين امام وما اعرفش مين فاولات وبعدين بس الحكام كانوا كلهم زملكاويه يا دكتور لا لا ما لا بقول لك بس يعني كابتن لطيف وحسين امام وكلهم بنتكلم بقى الفاولات على ال 18 يعني حاجات حضرناها وده والصحافه بقى ماشي ماشي, ماشي على يعتبر الاهلي هو اللي كان بيكسب يعني بالظبط هي كده الليله نبقى غالبين الاهلي مثلا 2-0 نلاقي في اخر دقيقتين بقى 3-2 طبعا بفعل فعل يعني مش 100% لكن طبعا كان في يعني انا اذكر مناقش رساله دكتوراه في طنطا وجابوا واحد سال قاعد جنب سال معايا توت قلت له انا بكرهك قوم من جنبي قال لي ليه؟ انت اللي بتجيبه اخر دقيقه فينا جول هو ده قاعد يضحك هو ده ربما يكون ده التفسير الحقيقي يا دكتور المنافسه 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 وانك انت بتشعر انه في حد دايما بياخد بطوله انت كنت بتامل انك انت تاخدها صحيح ده صحيح ده صحيح لكن ما نقدرش برضه نقول النادي الاهلي كله احترامه وله كل ده حاجه حلوه جدا ومبروك صفقه الاستاد ده وانا احنا بس بنتكلم على ان في اعلام دائما مركز يصدر هذا التوتر علشان يكرس لهذه الكراهيه المستمره اللي ملهاش سبب غير انك شعورك ان التحكيم بيجامل وانا اشعر التحكيم بيجامل ما فيش حد عايز يقر بان هو يعني خسر الا باسباب خارجه عن ارادته لكن في كل الاحوال يا معالي الوزير الكلمه ان الاهلي بيخطف يخطفهم ازاي اما انا انت لعيب متعاقد يعني بركه مش عارف مين راح لف في الدول العربية لف ازاي يعني هو حاجات شوف ده انا بقول لك يا, يا 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 دكتور عماره بقوله يعني الشارع وصل له ان الباشمهندس عدلي عبقري الصفقات ما هو ده التضخيم في الامور بركات دولة عربية بقى نادي عربي شهرين 3-5-6 يعني انا هضحك على اتحاد جدة على اهل جدة بيني وبينك الولاد نفسهم ما هم مستفيدين بصراحة برضه كلهم عندهم فلل وعندهم بسم الله ما شاء الله وحتى مسيرتهم الرياضية يا دكتور ما هو بعد كده بقوا لعيبة جابت بطولات وعاشت مراحل تانية خالص طبعا 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 نقلوا نقلة كبيرة جدا يعني هو بس يمكن في واحد ما رضيش يجي لكم معرفش الباشمهندس عدلي كان اياميها موجود ولا لا اللي هو عمر جمال بتاعنا بتاع الاسماعيلي عمرو جمال لا ده كان ابنك ده وكان يقدر يعمل حاجه من غير ما تقول له لا عمر جمال عمر جمال بتاع الالومنيوم عمر جمال بتاع الباك لا بتاع المقاولين العرب عمر قال في المقاولين تمام المقاولين لا لا عمر جمال انا ما كنتش ليا منصب اياميها بس انا لا انا بتكلم على المدافع لا لا الواد الفرود انا فاهم انا عارفه يا دكتور
فهو الولد بس ما هو برضه. طب ما هو كده الاسماعيلي بيفرغ الصعيد كله، ما انا صعيدي من حقي ازعل يا دكتور. لا طب ما احمد حسن الصعيدي ده انت فرغت الصعيد بقى كله. الولد قال لي ايه؟ الولد قال لي ايه؟ قلت له يا ابني ما دام مصلحتك تروح النادي الاهلي طبعا احسن لك، هتبقى حاجه كبيره جدا. قال لي انا مش رايح. اشرح لي. قال لي هقعد على احتياطي الكنبه، هقعد على الدكه مش هلعب. انا عشان كده مش هروح. طبعا هو عمال لف يعني على ثلاث اربع نوادي، وكان راح الاهلي كان زمان توانيك وعنده فيلا واحتفاله. طب اقول لك بقى المفاجاه فعري. اقول لك المفاجاه يا ريس. اتفضل. لم يتحدث معه احد. ما اعرفش ده اصلك. استناني بس، وقت ما راح المقاولين كان هو في النازل. المقاولين اداله قبله الحياه. لا بس هو كان في الاسماعيلي كان متالق. لا انا بكلمك على الباك اللي بيقول لك عليه ابنك ده. الباك اسمه كان ايه؟ انا بكلم الفرود. فرود عمرو جمال اللي هو ده حريف الباك. الفرود اسمه عمرو جمال ولا عمرو جمال؟ عمرو جمال ده ابنك ده. عمرو جمال ده ده كان حد يكلمه يقول له ساله الدكتور. هو ده عمر جمال يا جماعه؟ بتاع الاهلي مش بتاع الاهلي. الواد الفرود بتاعنا اللي عمر جمال يا دكتور. عمر جمال اللي جبتوه من الصعيد من الالومنيوم. ايوه بالظبط. بالظبط كده بالظبط. دكتور انت حضرتك اشرت في الكلام للمؤتمر بتاع الاهلي امبارح والاستاد، فكره الاستثمار الرياضي، فكره الاستثمار الرياضي وهذه الاستثمارات العربيه المشتركه حضرتك شايفها ازاي كقيمه وكخبير كبير في المجال؟ اولا انا بس هقول نقطتين. نقطه شكلها مش حلو شويه، مش الاهلي يعني. ارجو ان انتوا تطوروا قانون الرياضه شويه حتى الاستثمار. لان هتلاقي نفسك ما عندكش حريه زي ما انت فاهم. اقرا النصوص بتاعتها. هتلاقي الوزير له حق تدخل في اي شركه انت بتعمل. فدي بس ارجو انك تراجعوها جاز انا غلطان. تمام. انا عشت فيها نواب وقريت النص. لا ما هو بيشترط في الاخر اخذ موافقه الجهات المعنيه. لا ما هو الجهات الثانيه لا حق الاعتراض. ما هو اعترض بقى وهيوقف لك الدنيا الماشيه. يعني لا بس اراها باشمهندس عدلي اراها. هنشوفها يا دكتور. نمره اثنين طبعا انا سعيد بخطوات مجلس الاداره دلوقتي و جدا جدا جدا. وانا كان في برنامج اذاعه سالوني مع مين قايمه مين وبتاع، قلت له يا ابني انا خطيب اشتغل معايا وهو كذا كذا كذا. كان بيجي لي باستمرار. راني علواني انا اللي وقفت جنبها وتمنيتها جوهر نبيل كذا. العمري ده ابني الصغير ومراته زميلة بنتي وكانوا في بيتي على طول. فهروح مع مين؟ اكيد هروح مع المجموعه دي. تصوت على الهواء على طول. مع كل احترام طبعا احطها كراجل فاضل يعني. ايوه. لا يعني طبعا سعيد جدا باللي تم. وده على فكره انا الكلام ده اتكلمت فيه كتير بس ما اعرفش اتكلمت مع مين. يمكن حسن حمدي او حاجه. اللي بحييه طبعا على وحشنا طبعا. ان انا كنت يا جماعه اعملوا استاد الاهلي اهم من الصاله المغطاه. الصاله المغطاه اللي اتعمل جوه يعني جميع كانش تكلف كتير، لكن عملنا حمام سباحه ساهمت فيه كوزاره. وعملنا الصاله وانا ساهمت فيها كان اياميها الباشمهندس الكابتن صالح سليم الله يرحمه. انا حضرت الافتتاح طبعا. ما جابوش سيرتنا خالص ولا حاجه، ما انا كنت دافع مبلغ كبير يعني. قعدت دلعوا الفيصل. لا كنت بتدعم الحقيقه. صحيح صراحه. لا يعني فانا بقول لك الفكره ان انا كان حلمي انا ما اعرفش حتى ماتش الزمالك ولا قلت اسماعيل انا جبت له بتاع. قلت الاهلي لازم يعمل استاد يا جماعه. وطبعا انت بتتكلم مع عدلي بيه يا استاذ ابراهيم من 25 سنه التسعينات. ايوه يعني كان هيبقى تلت المبالغ دي التكلفه دي. لكن صحيح. لكن ده الخطيب. واخد بالك؟ وده النادي الاهلي مش خالص، اسم النادي الاهلي. ايوه. يعني الراجل رئيس الهيئه الرياضيه الشيخ ترك ده. يعني لولا علاقات الخطيب بيه الاسم النادي الاهلي الكبير في السعوديه. السفير السعودي احمد قطان. احمد قطان يعني. كل ده ساعد في انه كنت بسمع حديث النهارده بس انا يعني مش عايز اعلق عليه قوي. ان حد بيتكلم اظن حاجه رياضيه برنامج اذاعه رياضي. قال يا جماعه شفتوا الاهلي عمل استاده بالشكل الفخم ده قوي بالمؤتمر الكبير ده قوي، لكن الزمالك طلع رئيس النادي قال كذا كذا كذا. واقول لا نادي الزمالك مش اقل من نادي الاهلي، كان لازم يعمل حاجه كبيره زي ما النادي اخرج الموضوع بتاعه. which is true يعني ده طبعا كان صح، لكن حلم ان نشوف استاد نادي والله العظيم كان حلمي وانا بشتغل اياميها في الشباب والرياضه.
بس الحمد لله ان شاء الله تحقق ونبقى عايشين يا رب ان شاء الله. بنا اديك الصحه بنا اديك الصحه وطوله العمر يا دكتور. يقعد 3 سنين ولا سنتين يعني؟ لسه ما اعلنش على المدى الزمني لانه لسه ما هو مرتبط بقطعه الارض المناسبه، لان طبعا في مجسات وفي طبيعه ارض طفليه صخريه مش عارف ايه. فاول ما استقر عليها يا باشمهندس عدلي ما اخترتوش فين؟ يعني تعملوا في التجمع ولا تعملوا في هو كان مقرر في الشيخ زايد، بس في كلام ان ارض الشيخ زايد قد لا تناسب انشاء ارتفاعات وتحمل ضغوط التربه. يعني عارف احسن حل ايه؟ روح المدينة الإدارية زي العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية. هو بيقولوا يعني يمكن في أول السخنة. لا يعني الرئيس السيسي عامل كنيسة، عامل كذا، عامل كذا، ما فيش حاجة رياضية. ما احنا مش عايزين برضو يا معالي الوزير نروح في كتل سكانية بعد شوية يقول لك إيه؟ ما الجمهور والكثافة دي في العاصمة الإدارية. ده عشان فيها كثافة قدامك 100 سنة ولا حاجة. صحيح. لا يعني ده مكان حلو، مكان حلو. وكل ده نعمل فيه فرع جميل بإذن الله. باذن الله. شكرا، الف بركه ومشكرين. كل سنه وحضرتك طيب يا معالي الوزير. كل سنه وسعادتك طيب. صباح الخير، مع السلامه. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا للدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه السابق، والحقيقه كانت مداخله مهمه جدا في سياق الموضوع، لكنه مش هنقدر نطوي هذه الصفحه من غير ما نفكر مثير الفتن. يعني احنا استعرضنا والدكتور عبد المنعم عماره اشار للاعيبه الاهلي او لاعيبه الاسماعيلي ازاي تنقلوا بين عده انديه وبعد كده يجوا النادي الاهلي، ومحدش بيقف عند اللي خدهم الاسماعيلي من ولاد النادي الاهلي، من اللي اتربوا في النادي الاهلي. الاسماعيلي فض خط الصعيد كله من الالومنيوم لمغاغه، خد كل خير الصعيد، محدش بيتكلم فيها. لكن اللي الاسماعيلي خدهم من ولاد النادي الاهلي منهم ناس اتربت في مدرسه الكوره وهم اطفال، برضه محدش بيذكرها من الاعلاميين لما بيناقشوا حد من الناس مثير الفتن. الاسماعيلي خد من ابناء الاهلي تقريبا اكتر من ضعف اللي الاهلي خده من لعيبه الاسماعيلي او من انديه اخرى. اسامه عباس واحمد سامي واحمد رجب واحمد سراج وسامي قمصان ومحمد شرف ومجد طوبة وروبرت اكوروي ومحمود جابر وهاني سعيد وابراهيم سعيد وشادي محمد ومحمد فضل ومحمد عبد ربه فيليكس واحمد سمير فرج ورامي عادل عبد الهادي ومحمد جوده وعصام الحضري ومحمد ابراهيم حجازي واحمد صلاح حسني واحمد ابو مسلم واحمد صديق واحمد العش ومحمود شيكو وعفروتو واخيرا دلوقتي كريم بامبو. كل دول ثلاث ارباعهم من مدرسه الكوره في الاهلي، ومعظمهم في ناس منهم لاعيبه دوليين. يعني اذا اتكلمنا على هاني سعيد واذا اتكلمنا على احمد صلاح حسني واذا اتكلمنا على محمد فضل وعلى ابراهيم سعيد، يا اخي ده انت كفايه ان انت خدت عصام الحضري واحمد سمير فرج. انت خدت عصام الحضري وهو في سيون السويسري عنده ازمه كبيره تاريخيه مع النادي الاهلي، رحت جبته من سيون السويسري وجوده. لو النادي الاهلي كان عمل كده كان بقت مصيبه وكارثه. لعيب اخترق عقده وازمه كبيره جدا وايقاف وشكوى دوليه، وانت رحت جبته من سيون السويسري على الاسماعيلي وبعديها الزمالك خده منك. كل دول كانوا حلوين والاهلي هو اللي كان غلط وهو اللي كان وحش. وجوده ومحمد جوده عنده مشكله مع نادي التركي وممنوع من ان هو يرجع لحد غير النادي الاهلي، رحت خدته. ما رضناش نعمل قضيه ساعتها. يعني كل اللعيبه دي انت اخدتها وده حقك، بس هو الفرق بين الحاجتين. هو النهارده الزمالك لما بيضم كل سنه 20 لاعب محدش بيتكلم على تفريغ الانديه من الاخوه المحللين والخبراء الاعلاميين. محدش بيتكلم على انه اتحاد الشرطه الرياضي لما كان محتفظ بلاعيبته كان بينافس على بطوله الدوري، الدوري ابو مجموعتين اتحاد الشرطه كان من اقرب الفرق للفوز باللقب. لا ده هو ماتشه مع الزمالك كان يخليه يطلع في الدوره المجمعه. يعني في هذا التوقيت الزمالك اتفق مع لاعيبه الاتحاد الشرطه خدهم كلهم. أيوة. اربعه. فياخد معروف يوسف وياخد خالد قمر وياخد دويدار ويفرغ اتحاد الشرطه فينزل للدرجه الثانيه ومحدش بيتكلم. امبي كل ما كانت تقوم له قومه بطرفين كويسين الزمالك ياخدهم، عادل فتحي واسامه حسن ومعرفش، كل ما يظهر طرفين كويسين ينتقلوا للزمالك، ما حدش بيتكلم. وهكذا من بقيه الفرق. واسلام اسمه ايه؟ اسلام عوض. اسلام عوض ما حدش بيتكلم على ان انت باستمرار كل الانديه من حقها، مش ده الاحتراف. هو يعني لما الزمالك ياخد يبقى من حقه بيدعم، وده حقه على فكره ما حدش يقدر ينكر عليه ده. بس كمان عاملني بنفس المنطق. او بلاش تعاملني، اتعامل بالطريقه اللي تعجبك، بس ما تصدرش للجمهور صوره غلط
تفضي الى كراهيه تنتهي الى كارثه ومصيبه بيدفع ثمنها الجمهور الغلبان. هذه المشحنات اللي بتحصل. عارف بقى يا استاذ ابراهيم هو ده نتيجتها. اربط ده بقرب عوده الجماهير. اه في ناس مش عايزه الجماهير ترجع. اه او عايزاها ترجع بمصيبه يوم الدوري يقف. اه وربنا يستر على البلد دي مش هيحصل مصايب باذن الله، لان احيانا وعي الجماهير بيبقى اعلى من وعي المسؤولين. نتمنى. هنشوف تقرير مع الجماهير توقعاتهم ايه او انتظارهم لبطولات الاهلي السنه دي، ومن هذا التقرير الى فاصل ونرجع نشوف ازاي نخلي الحلم حقيقه. النادي الاهلي غالبا لازم اي بطوله يشارك فيها لازم ياخدها، ده اكيد للنادي الاهلي وطبعا لجمهور الاهلي. ان شاء الله يعني ناخد البطوله الاربع بطولات ان شاء الله. هو العادي ان الاهلي ياخد البطولات اللي في مصر، ده العادي ده الطبيعي، احسن نادي في مصر. ان شاء الله بطوله افريقيا السنه الجايه، احنا وصلنا للفاينل ان شاء الله السنه الجايه ناخدها ونلعب كاس عالم، ده العادي من الاهلي. لا تمام ان شاء الله ربنا يكرم كده في افريقيا والدوري ان شاء الله. دول الهدف الكبير، دول اهم حاجه ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله. باذن الله نشترط بكره اربعه ان شاء الله، النادي الاهلي باذن الله يكون حاطط خطه كويسه ان شاء الله، والتوفيق باذن الله، بناخد اربعه ان شاء الله باذن الله. لا لازم على الاقل الاهلي يعني ثلاثه منهم على الاقل معانا، ما ينفعش ده الاهلي يعني، تعودنا على كده طول العمر. اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا نخلي الحلم حقيقه. تعال يا سيدي. تعال. اللي حصل من هذا العرض الكبير اللي الدكتور عبد المنعم عماره قد ايه كان واضح ان هو مبسوط بيه وفخور انه مصر فيها مثل هذا الحدث اللي بيكشف عن مشروع يتعدى كونه ملعب. ابدا مش فكره انشاء استاد. ولا فكرة حتى مشروع، لأنه التفاصيل اللي أعلنت واللي أعلنها الكابتن الخطيب وضيفه الكبير الأستاذ ركان الحارسي المسؤول عن مجموعة المستثمرين المعنيين بهذا المشروع تخلينا قدام حالة من التنمية البشرية الكبيرة. المسألة مش هيتم التعامل معها لمجرد إن ده ملعب كورة، لا، احنا بنتكلم على منشأة فيها من الامكانات الاقتصاديه والثقافيه والفنيه وحتى الترفيهيه اللي بتتكلم فيه مشروع كبير يا باشمهندس. مش بس ان ده استاد هيدي لك اضافه نوعيه. هيدي لك اضافه نوعيه في حاجات كتير. مش هيدي لك بنيه تحتيه تخلي عندك افضليه في انك تتمرن على ملعبك، تبان في فندقك، ملاعبك الفرعيه هتبقى بالعدد الكافي، هتعرف تسوق مدرجاتك بالسيزون تيكت على نظام بره، هتحول لك فكرك الاداري وفكرك الاحترافي خالص. هيتطور الى افاق كل عمليات ضخ. ده قال لك هيعمل جواه متحفين، واحد رقمي، واحد متحف يحتوي على الكؤوس والميموريز والحاجات اللي هي ودروع والبطولات، يعني واحد فيجوال كده انك تروح تشوف الكاس ده وسنه كام وقصته ايه تحتيه، تتصور جنبيه، تشتري نموذج صغير منه، شوف الطفره كمتحف. واحد تاني تخش على صاله فيها شاشات كالتشوراما، تقعد كده يجي لك تاريخ النادي الاهلي يسرد امامك وبطولاته من خلال مسرح تيتر على شاشه بانوراما كبيره جدا. انا شفت الكلام ده في القريه الذكيه وحبيت انقله واحنا بنحتفل بالمئويه قبليها بكام سنه ولم نتمكن وقتها. دلوقتي لما يجي استاد يقول لك احنا عاملين حسابنا ان يبقى فيه متحفين، شيء يسعدك جدا. لما يجي يقول لك مدار رمايه، دي نقله نوعيه. نوعيه في ايه بقى؟ هتجيب لك، ما هو الرماه دول مش دي رياضه مكلفه. يعني عشان تتمرن بمسدس او بندقيه او خرطوش او رصاص او رش حتى، دي رياضه مكلفه، ادواتها غاليه جدا، طلقاتها غاليه جدا، فهتجيب لك نوعيه
من الاعضاء مش موجوده النهارده ان ان النوع ده من الاعضاء اللي عايزين يروحوا يتعلموا رمايه، وهتفتح افاق امام شباب كتير جدا من جوه النادي الاهلي. ما تخش بقى يعلموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. الله، ما انت عندك السباحه وتجيب الرمايه، مش ناقصك الا ركوب الخيل. ها، فانت انت ده كلام بيبني الانسان. ما هو الكلمه دي كلمه بتبني الانسان. يعني لماذا التركيز على هذه الرياضات اللي بتبني الانسان؟ بتبني الانسان الصالح اللي يقدر يكون قوي ولكن امين، ولكن في نفس الوقت خير، مش بيستخدم قوته في الشر. فانت النادي الاهلي هينقلك كل ما يبقى النادي الاهلي موجود ومعاه الفندق بتاعه 100 اوضه وكل الاوض بتشوف الملعب، لما يبقى عندك سويتس في المدرجات. ما لسه انا بكمل لك ده التسويق بقى. 160 جناح لرجال الاعمال. انا اتفرجت على ده وانا في ايفرتون بودي ابراهيم سعيد، بس كان عندهم 15 16 مقطوره او مقصوره. المقصوره دي بيأجروها لرجال الاعمال، بابها على الشارع بياخدها طول السنه. كان بيأجرها بكام؟ ب 100,000 استرلين و 150,000 استرلين و 200 استرلين حسب السعه والفخامه. فيها مطبخ يجي هو يوم الماتش يعزم اصحابه ويعمل شغله، وساعه الماتش بس يلف الكرسي يتفرج على الماتش. طباخين بيطبخوا له، بياكل ويشرب ويشتغل ويعمل صفقات ويتفرج على المباراه في نفس الوقت. عارف يعني ايه 160 مقصوره يجيبوا لك كام دول في السنه كل سنه؟ فالنهارده اللي جاي يستثمر جاي عارف هيطلع فلوسه منين. لما يجي هو يديلك بنظام البي او تي او المشاركه بالنسبه لفتره معينه، عارف التسويق هيمشي ازاي؟ مسارح، سينمات، مطاعم، مول تجاري، مضمار لالعاب مش موجوده زي ما قلنا الرمايه، وممكن يبقى فيه سباق سيارات صغير ولا حاجه. انت عندك استاد والله، واحنا بنتفرج امبارح يا ابراهيم عزيز ابراهيم ما قلتلكش النهارده انا وانا بتفرج، فهو جاب سابقه العمل وجاب شويه صور، واحد على الشمال فوق كده، قلت الله ايه الفخامه دي، يا سلام لو بس مش ممكن ده مؤكد هيعمل لنا حاجات زي اللي تحت دي اللي هي فيها بس ديزاين ما فيهوش ابتكار قوي. اكتشف ان هو ده النموذج اللي حطه على الشمال فوق، ان هو ده بتاع النادي الاهلي اللي استوحاه من الفناره دي. ناس ما بتهزرش، دي جت درست التاريخ. وبعدين واحد النهارده يكتب يقول لك فين شعار الاهلي؟ ده شعار الاهلي هيبقى موجود في كل مكان. صحيح. الحقيقه اللي يتابع يا باشمهندس جهود مجلس الاداره دلوقتي في انفاذ برنامج عائله الاهلي وكل ما تضمنته خطه العمل اللي اعلنها كابتن الخطيب وقائمته خلال فتره الانتخابات، يلاحظ ان انت بتسارع الوقت وتصارع الزمن، بتصارعه. انت مش بتصارعه، انت سبقته. قول لي ازاي؟ انا بقول لك ده بالسين وبالصاد. انت سبقته يعني انت سبقته. لما يعني ناس كتير ما خدتش بالها، بيقولوا له ابتديت الدراسه دي امتى؟ قال له من 45 يوم فاتوا. ايوه 45 يوم فاتوا. تذكر زياره الخطيب الخاطفه الى السعوديه؟ ايوه. ومقابلته لمعالي المستشار تركي الشيخ. هو كان لسه ما بقاش رئيس النادي. أيوة. انما تحسب. لذلك انا كنت دايما اقول له كابتن انت بتقول برنامج، انت عارف مراحل التنفيذ بتاعته؟ قال لي كل حاجه معمول حسابها، انا مش هقول كلمه الا لما اكون عارف انها هتتنفذ بتمويلها بتوقيتها باجراءاتها. واخد بالك؟ الوقت اللي يخليك بس ما تقولش امتى الاستاد ده حاجتين. اول حاجه المكان المناسب، انك تحدد هو ده المكان المناسب. عندك اكتر من مكان هتختار بينه. تاني حاجه التراخيص. الباقي اعتقد انه خلال شهر هيكونوا كله اتفق على الحصص وعلى التفاصيل وعلى النوع العقد ونسبه النادي الاهلي منه كام ويرجع بالكامل للنادي الاهلي امتى. وهو كابتن الخطيب لما اجيب حد على هذا المستوى من المسؤوليه وهو شخصيه وشاب بيتم تنميته بشكل واضح في مجال الرياضه على النطاق الخليجي والعربي بشكل عام،
لا ده انت بتديله رئاسه الشرفيه، انت فاهم بتعمل ايه؟ رئاسه الشرفيه للنادي الاهلي شايف فيه حاجه ومتفق معاه على حاجات، مش بس شايف. انا ارجو لهذا المشروع انه يعني ربنا يمد في عمرنا ونشوف بداياته ان شاء الله يديك. وخلي بالك ان ده هيبقى مزار سياحي من اول ما تعمل حجر الاساس، لازم تتعمل رحلات من طلبة المدارس يروحوا يزوروا المكان عشان نشوف. انا رحت استاد مونتريال في سنة 74 قبلها بسنتين، ولما رحت وتجولت وشفت قلت مستحيل الاستاد ده هيتفتح في ميعاده. وبعدين رحت 76 شفته قبلها بشهر، فضحكت بيني وبين نفسي قلت انا عارف انه مش هيقدروا يفتحوه في ميعاده، ورحت ليلة الافتتاح. حاجة تانية مش ناقصه حاجة. الحقيقة جهود المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، جهوده في دعم النادي الأهلي، في مساندة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، في هذا التفاعل الكبير مع طموحات الأهلي وجماهيره وأعضائه، خلت الكابتن محمود الخطيب يعلن امبارح عن القرار المهم. نشوف. بصراحة أنا سعيد الحقيقة أتعرف على شخصية محبة وداعمة للنادي الأهلي زي الأستاذ تركي آل الشيخ، اللي بيمثل امتداد لمحب النادي الأهلي من أشقائنا في السعودية على مدى السنين. الأستاذ تركي آل الشيخ بيفكرنا في الحقيقة بالأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. الراجل يعني الحقيقه اللي كان محب جدا وداعم جدا للنادي الاهلي لاقصى حد، وقرر وقتها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن صالح سليم انه يعلن عن تنصيب سمو الامير عبد الله الفيصل رئيسا شرفيا للنادي الاهلي. والنهارده الاستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكره القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي بيقوم بمبادره عظيمه وتاريخيه من خلال مجموعة من المستثمرين زي ما قال أخونا ركان، سعوديين، إماراتيين، مصريين، لدعم تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، دعم تنفيذ البرنامج، ودعم تحقيق حلم الأهلوية اللي هو مشروع القرن للنادي الأهلي، استاد النادي الأهلي ومشروعه الاستثماري. عشان كده الحقيقة يمكن بعد عن قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتنصيب الأستاذ تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. ده كان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع، واللي يبص للتاريخ النادي الأهلي هيلاقي الرئاسة الشرفية دايما وأبدا بتمنح لمن أسدى خدمات جليلة للنادي الأهلي. مش ده مش قرار هين، شخصيات استثنائيه وشخصيات الرئاسه والوكاله، رؤساء شرف النادي ووكيل شرف النادي، مساله استثنائيه بحته لقيم وقامات كبيره جدا تاريخيا يرى مجلس الاداره انها اسدت خدمات جليله للنادي الاهلي. فلما الكابتن محمود الخطيب يعلن قرار مجلس اداره النادي الاهلي وبالاجماع عن منح الاستاذ تركي آل الشيخ الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي، فنحن أمام تحديات كبيرة جدا ونقلات كبيرة جاية في اقتصاديات النادي الأهلي واستثماراته اللي جاية. الأستاذ ركان الحارثي ضيف الكابتن محمود الخطيب امبارح وممثل للمجموعة الاستثمارية المعنية بهذا المشروع العملاق، استعرض خلال هذا المؤتمر تفاصيل مشروع الحلم الأهلاوي الكبير. نشوفه تباعا. هل تم عرض هذا المشروع ضمن مشروعات استثمارية أخرى على السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي؟ بكل تأكيد سعادة الرئيس حريص جدا على الاستثمارات في مصر، وخصوصا الاستثمارات المتعلقة بشباب القطاع والرياضة. نوريكم المشروع. الشركة التي قامت بتصميم المشروع هي شركة بوبيلس الإنجليزية،
وهي من أعرق المكاتب العالمية الهندسية في تصميم المنشآت الرياضية، حيث صممت أكثر من 60% من المشاريع العملاقة، وكذلك أكبر المشاريع التي نفذتها مشروع استاد ويمبلي في لندن وإمارات ستاديوم أرسنال، والآن مشروع توتنهام وأوتو أرينا، ومشاريع عدة يعني لا يمكن حصرها. كما أنها هي الشركة المسؤولة على وضع الأكريديتيشن أو يسموه الكود البنائي للملاعب المخصصة للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لو أخذنا بروسبكتيف مسطح التوزيع، المشروع مكون إلى عدة مناطق، في منطقة متخصصة العلوية للملعب ومرفقاتها، وفي منطقة متخصصة للأكاديمية أكاديمية النادي الأهلي، وفي منطقة مخصصة لميدان الرماية، حيث أن لعبة الرماية مشهورة وعليها طلب كبير في مصر، وكذلك في منطقة أخرى اللي هي يسموها الكالتشرال زون والإنترتينمنت زون، متخصصة كمنطقة ترفيهية وثقافية. المشروع فكرته انطلقت من معلم من معالم مصر، المنارة زي ما كلكم تعرفوها، وإن شاء الله إنه هذا هو الاستاد، ينبثق من هذا المعلم الأصيل، ولأول مرة في تاريخ التصميم الهندسي في الملاعب الرياضية يتم عمل بناء الفندق والملعب في هيكل واحد. فلهذه هتسمعوا في خلال الحديث أشياء كثيرة لأول مرة. فزي ما قال الكابتن محمود، الهيكل العام هو هيكل مندمج بين الفندق والملعب. هذا منظور آخر يوضح فيه الأكاديمية والملعب والفندق والبوليفارد الخاص بالإنترتينمنت زون. طبعا الدراسات العالمية توضح، وهذه ليس يعني بغريب، بأنه النادي الأهلي، التعداد السكاني للنادي الأهلي الآن، الأندية تقاس بتعداد سكان، فحسب الحسابات الأخيرة يعادل 80 مليون نسمة حول العالم. النادي الأهلي الآن ينظر بمنظور ليس لنادي محلي بل هو نادي عالمي، وحسب الخطة المعمولة بأنه النادي الأهلي في المراحل السنين القادمة يتوجه للعالمية وليس فقط كمحلي. والرقم المهم أنه هو يعتبر النادي رقم 10 عالميا من حيث التعداد السكاني بعد نادي ليفربول. ثلاث ملاحظات افتكرتها وانا بتفرج دلوقتي. اتفضل. قال لك يعني من 45 يوم، دي ما جاتش في اللقطه دي، بس هو قال اجابه على احد الاسئله. الفكره جت امتى؟ قال 45 يوم تقريبا او اكتر شويه. لما تربط التاريخ ده ممكن يوصلك لليوم اللي الكابتن الخطيب استعرض فيه برنامج العائله. كان برضو هو من حوالي 45 يوم. المهندس محمد سراج مرشح تحت السن سمح له الكابتن الخطيب ان يقدم مجموعه من الخبراء الانجليز ويستعرض فكره الاستاد ويستعرض فكره تحديث النادي وتطويره اللي هم جم في مشروع العيله. انا اعتقد الفكره يعني الكابتن الخطيب اشتغل عليها من اللحظه دي او قبلها بشويه. طب ازاي احول هذا الحلم الى حقيقه؟ فالتصور ده مؤكد سافر به وطور عليه وجاء بهذه النتيجه. اذا احيانا عندما يكون عندك مجموعه لامعه تستطيع ان تفكر وتسبق الزمن
ممكن تخرج بنتائج مبهرة. مجلس إدارة النادي الأهلي فيها هذه المجموعة الرائعة الممزوجة الخبرة مع شباب لامع جدا. كل واحد في مجاله مبدع قصة. وبيديروا شركات كبيرة. ما هاش ناس ده بيدير كيانات اقتصادية عملاقة. فأعتقد دي أول ملاحظة. تاني حاجة فكرة المنارة. شوف الإلهام والربط والإيحاء. منارة الإسكندرية أقدم منارات العالم وأحد المعالم المهمة جدا، وكأنها إسقاط على أننا النادي الأهلي أقدم الأندية الإفريقية والعربية، هو منارة الأندية. حلو. منارة الأندية. عشان كان في شباب بيقول لك فين روح الأهلي؟ لا، هو ده المعنى. أما النسر، ده النسر ممكن تلاقيه فوق خالص بينور ويطفي، عامل لك هيصة وبيرفرف. هتلاقي نسر في كل حتة. بعدين المكونات، البوليفار والمنطقة الترفيهية يعني ناس جاية عارفة قرشها هيطلع منين وهتحط فلوسها ازاي. بعدين القول بأن تم عرض الموضوع على السيد الرئيس ونال الاستحسان ونال القبول ونال إشارة الانطلاق، أعتقد أن الموضوع ده تخطى مسألة النادي الأهلي. أن احنا جايين من خلال الأهلي أو ندعم مصر من خلال النادي الأهلي وننطلق إلى مراحل أكثر اتساعا وأكثر شمولا بالنسبة لمصر. دي على قدم الإضافة للأهلي ومنشآته هي إضافة لمصر. آخر الملاحظات والتي أثارت حفيظة البعض. عندما هو عشان يعمل دراسة اقتصادية، ده مش جاي يهزر يعني. ده ما يقول الأرقام مش ده راجل هيحط فلوس وبيمثل مجموعة من المستثمرين. أيوة. هنعرفهم قريب. ما هو ما فيش حاجة في السر. عملنا الدراسات. لأن المعني القيمة التسويقية يا أستاذ إبراهيم دائما وأنا أكررها برهد. أنت بيش تفرج عليك بيهتم بيك كم واحد. كلما زاد العدد زادت قيمتك التسويقية. فعملوا دراسات مشجعي الأهلي عبر العالم بقى، مش بس نواصل 100 مليون. الدراسات طلعت منهم حوالي 70 مليون مهتمين، منهم حاجة و50 مليون بيشجعوا الأهلي. قال لك الدراسات قالت ان 80 مليون حول لأن العالم. على هذا الرقم أستاذ إبراهيم ما يقولوش جزافي. هو هيعمل خطته التمويلية على هذا الأساس، وهيعمل ازاي فلوسه هترجع. فلما يجي حد يشكك في هذا الرقم هو حر، لكن ما يقدرش يشكك في رقم عامله رجل أعمال. لأنه فلوس، لأنه مش هيخدع نفسه. صحيح. هو مش طاق حالك. ده لا، وهي النقطة ان هو 80 مليون أهلاوي حول العالم. يعني أنت بتتكلم في نسبة في مصر كام مليون؟ لا، ما هي دي اللي حاول البعض يقول لك ايه اذا كان احنا 80%. ما شوف، مش عايزين نتهاطر. كل واحد يحسبها زي ما هو عايز، لكن عندما يحسبها رجل الاعمال دي فلوس. بالظبط. طب ما نشوف رجل الاعمال نفسه الاستاذ ركان الحارسي وهو بيستعرض تفاصيل هذا الاستاد غير الطبيعي فيه ايه. هذا المنظور الداخل الملعب، واللي إن شاء الله تعالى هيكون لأول مرة في الشرق الأوسط يوضع فيه شاشات LED على داير ما يدور سطح الملعب، وحيكون فيه يخدم عدة فئات من المجتمع. ففي أربع درجات hospitality وفي أربع درجات يسموها class 1 و 2 3. كما روعي في التصميم السي فاليو، والسي فاليو هذا معيار هندسي يتبع لقياس درجة المشاهدة لأرضية الملعب. فبالتالي جميع الكراسي لها أعلى معيار من السي فاليو، وحتشوفوها في السلايد الثاني. فبالنسبة للرؤية والمشاهدة حتكون واضحة لجميع الجماهير. هذا الفالي يدخل على الملعب، هذا مقطع عرضي للملعب يوضح
الملعب والفندق، جميع غرف المطلة على الملعب تستطيع مشاهدة المباريات أثناء المباراة، وكذلك يوجد مسارح ودور سينما ومسابح. الملعب أيضا ملعب ذكي في جميع الأشياء المتطورة من ناحية التكنولوجيا والواي فاي والإي تيكتينج وجميع الأشياء المتعلقة بالكاميرات وحتى الخدمات. هذا منظور داخلي للي يسموه الجنرال ادميشن لاونج أو كونكرس، وهذه البريزيدنشال سويت، هذا الجناح الرئاسي، هذا الهوسبيتاليتي اتريوم. وتلاحظوا كمان كيف الانفولفمنت والارتباط حق الرعاة حيكون دائما مستمر، مما يعكس القيمة حتى التجارية وشركاء النادي بالارتباط مع الجماهير من حيث تقديم الخدمات. هذا الهوسبيتاليتي لاونج في الدور العلوي، هذه الفي اي بي بوكسز. بالنسبة للسويتات، الملعب حيحتوي على عدد 160 سويت، وهذا الرقم لا يوجد في أي ملعب في الشرق الأوسط. لأول مرة تم وضع هوسبيتاليتي خاص للجماهير، بحيث أنه وضع زجاج وما يحتاج أشخاص وسكيورتي في حالة دخول وخروج اللاعبين، فالجماهير تقدر تحتك باللاعبين من غير أي، وهذه لأول مرة طبعا تصير. هذا اللاونج اللي هو 360 سكاي كلاب، هذا في الدور العلوي، سطح دائر الملعب على السطح العلوي، وهذا لاونج مفتوح طوال الأيام خلال السنة. أيضا الملعب يحتوي على متحفين، متحف انتراكتيف تكنولوجيا المتطورة والاحداثيات الجديدة مع كرة القدم، والمتحف الآخر اللي هو يتعلق بالنادي الأهلي وكؤوسه، ومعروف النادي الأهلي عاد كؤوسه أكثر من عمره، فإن شاء الله تعالى هذا المتحف حيكون حافل يجمع هذه الأشياء جميعها وحصرة. باشمهندس، يعني تفاصيل الحقيقة. الأستاذ ركان ده يتحدث برصانة، وكان اسمه الأستاذ رصان. الرصانة قال لك كؤوسه أطول من عمره. من عمر. لغة انفوليمنت زي ما بيقولوا، حاجة إنجليزية. الإنجليز ما بيتكلموش بيها. معاني دقيقة لكل كلمة بيقولها. رجل أعمال حقيقي يعرض موضوع حقيقي. لكن لما يقول لك إن كؤوسه أعلى أكبر من تاريخه، هو يشير إلى أهمية المتحف. بعدين في أماكن مفتوحة طول السنة، هي دي الأماكن اللي هتجيب فلوس. أيوة طول السنة. أيوة. المقصورات دي أنت هتأجرها بالسنة وتسيبها لرجال الأعمال. يعني يروحها أي وقت هو حر. وأجر حاجة بالسنة. بس دي على فكرة كل منشآت الاستاد للاستخدام طول السنة، دي ممكن تجيب لك فوق 150 مليون جنيه في السنة. المقصورات دي. الفندق ممكن يعمل لك زيه. واخد بالك؟ وعندك ملاعب فرعية، يعني انت برضو بتستضيف معسكرات وفرق وكل اللي انت عايزه. تسويقه مين؟ انت بص، مين ما يجيش يعمل معسكر في مكان زي ده؟ ورايح فين يا عم؟ ده رايح للأهلي اللي هو فين يا عم؟ مصر اللي بيحبوها كلهم. العرب يتمنوا يجوا مصر باستمرار. ليه؟ أكل موجود، فسح موجودة، تنوع موجود، سماحة موجودة، وألفة ومعاشرة للناس. فما يجوا في الأهلي في مكان زي كده، أنا بقول لك هذا مشروع العمر، وهو مربح بكل المعايير لكل من يضع فيه استثمار. هي دي النقلة النوعية الكبيرة جدا اللي مجلس إدارة النادي الأهلي بينشدها. الناس دي ما بتهزرش.
الناس دي هتنقل الاهلي النقله الكبيره اللي هو يستحقها واللي هم حلموا ليه بيها. نشوف الاستاذ ركان في مزيد من الاستعراض لمشروع الحلم الكبير. ايضا سوف يحتوي الملعب على متجر النادي الاهلي، وهذا اكيد حيعكس على القيمه التجاريه لمنتجات النادي الاهلي ومبيعاتها طبعا تزداد ايام المباريات. هذا اللاونج المتخصص لاعضاء النادي الاهلي، وما شاء الله كما ذكر المقدم الحفل بانه يوجد اكثر من 150 الف عضو. هذا خاص لو تلاحظوا الجزء السفلي الايمن من البرزنتيشن هو السطح او البينت هاوس في التاور. هذا اللاونج خاص في ميتنج رومز وفي لاونجز للاعضاء. طبعا الفندق ان شاء الله تعالى حيتواجد ان شاء الله اكثر من 100 غرفه في الفندق، وان شاء الله نتفاهم مع الاخوان انه اذا ممكن يتسمى كل غرفه باسم ليجند من ليجندز الاهلي. حيكون في اكبر جيم ان شاء الله مطل على الملعب، مفتوح جميع ايام السنه للاعضاء وللمشتركين في النادي. لاول مره ايضا كما يوجد مسبح علوي معلق يطل على الملعب، فهذه نوع من اللي يرغبوا السباحه والمشاهده. هذا المنظور. الان حننتقل للانترتينمنت والكالتشرال سيتي والسينمات. حيكون الاهلي الملعب ليس يوم المباراه فقط، يعني لايف ستايل، نمط حياه. الناس تروح بشكل يومي، توجد مطاعم، توجد معارف وسينمات ومسارح وسينمات وكل. الآن ننتقل لنادي الرماية، وهذا نادي خاص للنادي الأهلي أولمبي. حيكون في نادي رماية داخلي وخارجي، مغطى وغير مغطى، وحيكون مرتبط أيضا بمطاعم ومتنزهات ولاونجز. وهذا المدخل نادي الرماية. بخصوص الأكاديمية النادي الأهلي، يوجد أكاديمية داخل مغطاة وفي يوجد أكاديمية خارجية. وشكرا لكم. باشمهندس، الحقيقة في كلام الأستاذ ركان احنا مش بنتكلم على منشأة رياضية هتحدث إضافة نوعية كبيرة قوي للبنية التحتية الرياضية في مصر، لا احنا بنتكلم على تغيير لللايف ستايل، زي ما هو نمط الحياة. ازاي فعلا منشأة زي كده بهذا الفكر هتسهم في مش تنمية بشرية بس، تغيير نمط معيشة، نمط حياة، بمعنى انه الأسرة هتروح تقضي يوم في استاد النادي الأهلي، هتمارس رياضة، هتتثقف، هتعمل شوبينج، هتدخل سينما، هتتفرج على مسرح، هتعمل حاجات هتأكل. كتيرة جدا هتشتري، يعني هتشوف حتى فكرة حمام السباحة المعلق، يقول لك للي عايز وهو في البسين يتفرج على الماتش. ده قال كلمة، احنا بنتكلم على نقلة تانية في الآخر خارج. يعني اللي تهم عضو النادي الأهلي يقول لك إيه؟ طب يا عم ما دي كلها هتبقى يعني احنا فين؟ قال له هيبقى في دور مخصص لأعضاء النادي. الكلمة دي لوحديها ها تسوق لعضوية النادي الأهلي. أنت عندك فلوس هتخش لك بطريق غير مباشر لمجرد أن يبقى عندك هذا المكان. أيوه. فلما تيجي تعمل في التجمع لا هتشوف الإقبال. لما تيجي تعمل في الشيخ زايد هتشوف الإقبال. أما تيجي في أي مكان، لأن الحقيقة النادي الأهلي حيثما وجد بينمل المنطقة. صحيح. هذه المدينة الرياضية الترفيهية هي مدينة بشكل استاد.
وكل شيء فيها محسوب انه يجيب فلوس. ايوه كل شيء فيها. طب انا اقول لك حاجه، في صوره ما قال لك ده اللاونج اللي فيه المطاعم وده في الستور بتاع الاهلي، ما حدش خد باله ان الكافيتيريا موجوده كده، ان في عربيه فاخره معروضه. يعني انت كل حاجه تقدر تعمل معارض سيارات في الـ في الـ في, الـ في المكان ده. يا جماعه لو نقعد نحسب الفلوس اللي ممكن تيجي من هذا هذه المنشاه او هذا الصرح، في جديه وفي جدوى، ويا رب يا رب كلنا نفرح بهذا، وعايزين الناس تفرح معانا، عايزين الناس حتى اللي نفسها تبقى زينا تفرح معانا. ده فعلا المشروع العمر، مشروع الحلم الكبير، مشروع يوضح عظمه الاهلي. الاهلي مش مجرد مكان، مش مجرد كلمه، مش مجرد كؤوس. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. كابتن الخطيب وهو بيمنح المستشار تركي آل شيخ العضويه الشرفيه او الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي ذكر العظيم عبد الله الفيصل، سمو الامير عبد الله الفيصل عليه رحمه الله، لما شاف الاهلي زين النوادي واستحق وقتها في السبعينيات ان يحصل على الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي، زي ما التاريخ بيعيد نفسه مع شاعر اخر ومبدع اخر مستنين منه قصيده واهلاوي جديد. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله، ونشوف زين النوادي مع الامير عبد الله الفيصل. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وحادي، سجلت فيها من الأمجاد مقارة، عزت على كل أعزاز وإمجادي، عزت على كل أعزاز وإمجادي. خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته بحاضر من أمانهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل
وإسعادي فيه تلاقى بن أم وزو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زي